السلام عليكم. صافا الاخوان، لاباس عليكم، كلشي وهذاك. تلاقينا عاوتاني، وهاد المره في روايه ماشي قصه. روايه للاحداث ديالها كلها غريبه، احداث ديالها غتعيشك في عالم اخر. سنوات هادي تصنت ليها طبعا باللغه العربيه، وتعمقت في الافكار ديالها، لا هي زعما الجزء الاول لا الجزء الثاني منها اللي هو أماريطا. عجبني طريقة الكتابة، وعجبتني الأحداث ديالها والشخصيات اللي فيها. كنت باقي صغير شوية فاش قريتها، ومن بعد تصنت ليها، ولكن بقات ديما في دماغي، واليوم جا النهار اللي غنأديها بصوتي. ما غتكونش طبعا طويلة لديك الدرجة، حيت غتكون شبه مختصرة، ما محيدينش منها الأحداث الأساسيين. بهالطريقة أحسن، وطبعا بالدارجة. نتمنى نكون موفق أني نعود بحال هاد الرواية باش نخلي واحد الطابع زوين عندكم. يلا فرقع ديك جيم هي الاولى، سير شي بلاصه مزيانه، دير شي كيتمان مزيانين حسن ليك، ولا كونيكتي التليفون مع التلفازه، ويلا ليتس جو. كيقولوا الحب عمى، وهو كيقول تعميت من اللي حبيت، ولكن شنو غايدير؟ ها هو بغى واللي وقع وقع، ودابا كل ليله سد عليه في بيتو كيكتب. سميتي خالد، شاب مصري من المنصورة، عندي 28 سنة، تخرجت من كلية التجارة في القاهرة 6 سنين هادي، وثمانية ديال المرات دابا وانا كنترفض من اللي كنمشي نطلب يد البنت اللي كنبغي، وديما كنترفض لنفس السبب. هما قدامي دابا 8 ديال الورقات معلقين في الحيط، كل وحدة مكتوب فيها ترفضت المرة الأولى، الثانية، الثالثة، وهكا غادين حتى لدابا اللي هي المرة الثامنة. نرجع بكم 6 سنين لور، كنت غادي من الدوار ديالنا للقاهرة، كنت شاد الطريق بالضبط للكلية، وبالصدفة تلاقيت بنت الدوار اللي سميتها منى، اللي كانت هي غادية للقاهرة. زادت فرحتي من اللي عرفتها هي غادية للكلية اللي غادي لها أنا، ومن تماك كثروا اللقاءات بيني وبينها، مرة صدفة مرة عمدا، ومع الوقت حبيتها من قلبي، وقصدت دارهم باش نخطبها، ولكن داك باها المريض قال لي اش كدير في حياتك؟ قلت ليه انا راك كتعرفني يتيم، وتخرجت من كليه التجاره، ومعفي من التجنيد الاجباري، ودابا خدام في واحد المخزن ديال الادويه، وعايش مع جدي. قال لي باش كتميز على غيرك؟ هاد السؤال بالضبط هو اللي خلاني بعيد على منى هاد 6 سنين كامله. كل مرة ملي كيسولني هاد السؤال ما كنعرف ما نقول ليه، وكيرفضني، كيصيفطني في حالي. ولكن هاد المرة الثامنة تعصبت عليه ديال بصح، وقلت ليه إلا غير بنتك منى والله تنتزوجها، بغيتي ولا كرهتي، الخدمة خدامها، والدار عندي كبيرة، فيها غير أنا وجدي، وباقي أنت كتردني وترفضني. هاد الحماق ديال باها إلا بقى بهاد العقلية، غير كل المصير ديال بنته هو تبقى بايرة، تهد في الدوار ما عارفو شنو كيدور ليا في راسو. واي واحد كيقصد الدار كيقول ليه نفس السؤال، باش كتميز على غيرك باش نزوجك بنتي. باش بغاني نكون متميز على باقي الناس؟ واش بغاني نخرج نكريسي ونتعدى على عباد الله باش نكون مميز؟ هنا دخل عليا جدي، جدي اللي كان في عمره اكثر من 80 سنة. قال لي واش غتبقى تبكي هنا كيلوليه؟ قلت ليه حمقني بات منى جدي، والله ما فهمت فيه شي لعبه. قال لي ايوا الله يعاونها، غا هي اللي كاينه انت. قلت لي كنبغيها جدي، الخدمه خدمتها الحمد لله، واخا غير حمال في المكازا ديال الدواء، المهم حلال. قال لي جدي ايوا انت ما بغيتيش تصنت ليا، دابا غاسير دفن راسك في شي نافق. قلت لي نافق؟ اجي اجي. جدي جلس حدايا،
من صغرك انت كتعاود لي على النفق اللي عندنا في الدوار؟ قال لي ايه هاليام. قلت لي عاود لي القصه ثاني يا جدي. قال لي راه واخا عاودت لك شحال من مره نعاودها لك دابا ولدي الا بغيتي. كمل كلامه جدي وقال لي تحت الدوار ديالنا كاين واحد النفق اللي كبير، بنوه الاغنياء كانوا كيخبيو فيه رزقهم، وكيقولوا الناس باللي النفق فيه واحد الكنز كبير وتحد ما قدر يدخل ليه. وشوف وليدي، من 50 عام كنت انا وثلاثه ديال صحابي عزيز علينا شي حاجه سميتها المغامره والتحديات. قررنا اننا ندخلوا لذاك السرداب ولا النفق، واخا الهضره اللي دايره على تما كتقول بلي ذاك النفق مسكون بالعفاريت، والباب ديال النفق كاينه تحت من واحد الدار مهجوره عندنا في الدوار. في الباب ديال النفق كاينه واحد الحجره اللي كبيره. ومع ذلك مشينا لديك الخربه، وقفنا قدام ديك الحجره. قبل ما نحيدوها من تماك شعلنا لامبات ديالنا، وملي حيدناها من مور ديك الحجره كان الباب ديال النفق. كي تحيدت الحجره ضرب فينا واحد الريح اللي كان قاصح، زعمنا بعضياتنا ودخلنا. وخا كانوا عندنا لامبات ديال الضوء لكن الظلمه كانت غالبه. ملي تعمقنا الوسط طفات اللمبه ديال واحد صاحبنا، خاف وقال ليها المهم انت العفاريت، راه شي عفريت اللي طفى لي اللمبه ديالي. من بعد هاد الكلمه اللي قالها طفاو لينا كاع اللمبات، وكلنا هربنا من تماك. ومن ذاك النهار ما عاودنا فكرنا ندخلوا لذاك السرداب. والصراحه كانت ذكرى اللي زوينه. قلت لي عندك الصحه جدي، الانسان ملي كيبقاو الذكريات في باله ديال شي حاجه خارقه للعاده، وقت ما كيتفكر كيحس بالحماس بحال الا عاده عاشها من جديد. قال لي عندك الصحه وليدي، ايوا نخليك وليدي ترتاح حتى الغدا ان شاء الله. مشى جدي وبقيت انا في البيت بالي مشغول مع هذا السرداب ولا النفق. وجاني صراع داخلي بيني وبين نفسي، انا كنقول علاش ما نزعمش حتى انا ونقصد ذاك النفق، ونتبت لبات منى بلي انا كنتميز على غيري حيت قدرت ندخل النفق ونخرج منه الكنز اللي فيه. كنفكر في هاد الشيء ودماغي بحال الا جاوبني وقال لي انت اكبر خواف، انت كيفاش النفق؟ واش من نيتك خالد؟ انت كتخاف غير من خيالك وباغي تدخل لهذا النفق هذا اللي رجال بشلاغمهم ما قدروش يدخلوا ليه. جاوبت دماغي وقلت ليه انا قادر ندير هاد التحدي، ونتبت لبات منى بلي انا راجل ويقدر يعول عليا ويعطيني بنته وهو مرتاح حيت درت شي حاجه حتى اللي بشلاغمهم ما داروهاش. خالد في هاد اللحظه هادي كان كيقول بلي راه بوحدو وما كيسمع ليه حتى شي واحد، ولكن جدو كان حدا الباب ديال بيتو كيتصنت ليه وبتاسم. جدو ملي سمع خالد كيحاول يقنع نفسه وتغلب على الخوف ديالو ودخل النفق فرح بزاف. من بعد مشى جدو لبيتو، خالد تكا ويدي الناس. جد خالد كان في البيت ديالو، جبد واحد الالبوم ديال التصاور قديم مغبر وبقى كيشوف فيه شي تصاور وكيبتسم، بين غيكون كيتفكر الايام الخوالي ويتحسر على العمر اللي مشى. ناس جد خالد وفاق قبل من الفجر، توضى وصلى وبقى كيقرا القران من مور الفجر حيت مولف ما كايناش في ديك الوقيته. ملي وصلت السبعه ديال الصباح جات واحد بنت الجيران مولفه كدير لهم الفطور في هاد الوقيته هادي. ملي فاق خالد لقى جدو على الطابله ديال الفطور، سلم عليه جلس حداه. ملي كانوا كيفطروا قال خالد لجدو واش تقدر تعيش بوحدك يا جدي؟ قال لي جدو وفين غادي يا وليدي؟ قال لي خالد مسافر، جدي شيامات شاف في جدو شي شوفات لي في شي شكل وقال ليه قول الصراحه. هنا قال لي خالد غنمشي نقلب على خدمه احسن من هادي، كنظن بات منى ما باغيش يعطيني بنته حيت كنخدم غير حمال في المكازا ديال الدواء. شاف في جدو قال ليه وعلاش كتكذب؟ تراك باغي تدخل للسرداب. شاف في خالد مصدوم وقال ليه الا جدي لا. قال لي جدو راه باينه غا من وجهك باينه فيك كتكذب بلا ما تزيد فيه، جيني نيشان. قال لي خالد اه جدي باغي ندخل لذاك السرداب. قال لي جدو شنو السبب؟ جاوبو خالد وقال لي على قبل منى وباها والكنز. قال لي جدو لا انت باغي تدخل النفق حيت شابه لباك وليا، كاملين عندنا حب الاستطلاع وحب المجهول وحب المغامره. قال لي خالد على مال با؟ قال لي جدو باك وامك بجوجهم نزلوا النفق لذاك السرداب وما رجعوش، وما عرفتش علاش ما حزنتش عليهم، وما عرفتش علاش ما تشوشتش عليك ملي عرفتك باغي تنزل ليه انت. ومن صغرك وانا كنمي فيك هذا الاحساس ديال المغامره باش تفكر تدخل النفق شي نهار. قال لي خالد ياك الوالدين ديالي فراسي بلي ماتوا. نطق جدو وقال ليه غنزلوا النفق.
وغبروا ايام وشهورة وسنين وقررنا في الدوار نديروا ليهم جنازة. المهم اللي تفكر باش تنزل للسرداب قولها ليا باش نزيدك شحال من معلومة. خالد جاتو القصة في شكال، ولكن ما كان عنده ما يدير، جمع حوايجو مشى للجامعة حيت تما كان داير معاه منى باش يتلاقاو. ملي وصل تما للبلاصة اللي مولفين يتلاقاو فيها لقاها كتسناه. ملي قرب لها شاف وجهها مبدل ماشي كيف عادتو، سلم عليها وقال ليها مالك ياك لاباس؟ قالت لي ما عرفت منين نبدا لك. قال لها من الاول. قالت لي راه جاو فيا الخطاب. قال لها حاجه عاديه غادي يردهم با كيف ما موالف يدير ليا وكيف سبق لي دار بزاف من غيري. قالت لي لا هاد المره راه وافق. تصدم خالد وقال لها كيفاش؟ قالت لي السيد اللي جا راه طبيب وبخير، وبابا قال لي بلي غيضمن ليا هاد السيد هذا حياه كريمه وما غتخصني معاه حتى شي حاجه. قال لها خالد وانتي شنو درتي؟ بقيتي ساكته ياك؟ قالت لي لا راه قلت لبابا ما موافقاش وفكرته بالحب ديالنا ويصرفقني، وقال لي انا اللي كنقرر، الحب ماشي هو اللي كيعيش في هذا الوقت. شاف خالد في منى شوفه اللي طويله وهي دموعها نازلين وقال لها دابا شنو؟ قالت لي ما عند الميت ما يدير قدام غسالو. هنا خالد خرجت منه واحد الكلمه اللي هو بنفسه تصدم اللي قالها. قال لها سيري خساره فيك هاد 6 سنين اللي ضيعت معاك، غسيري. بعدت منه منى ومشات حيت حست بالاهانه، حيت كان كيقول لها سيري وكيدير ديك الحركه بيديه ديال غير غبري عليا كمارتك. بقى خالد مريح في ديك البلاصه وساهي ساهي في افكاره. شويه خد القرار وهو مقتنع به، واللي هو ينزل داك السرداب، السرداب اللي كانت سميتو سرداب فوريك اللي كاين تحت من الدوار ديالهم، الدوار اللي سميتو باهو فريك اللي كاين في محافظه المنصوره. رجع بالعشيه للدوار وقال لجدو انا صافي قررت ننزل للنفق. كانت الساعه شي 9 الليل. قال لي جدو بغيت ننزل على ودي تمونة تاني. قال لي خالد لا ما بقات لا منى لا غيرها، انا بغي ننزل على ودي طراسي، بغي نستكشف داك السرداب، تنمى عندي واحد حب للاستطلاع وحبيت نشوف شنو كاين تما. قال لي جدو يعني انا ملزم عليا دابا باش نلاقيك مع السيد اللي غادي يعطيك المعلومات على السرداب واللي غيفيدوك بزاف. قال لي خالد وفين هو هاد السيد؟ جاوبو جدو قال لي هو راه سمع كاع هادشي اللي دار بيناتنا. تلفت خالد للقنت ديال البيت وهو يشوف واحد الشيباني من الدوار ديالهم، كان صاحب جدو سميتو مصطفى واللقب اللي مكنين عليه هو مجنون السرداب. تلقب بهذا اللقب حيت كيبقى غير هترس على داك السرداب حتى لقبوه به. قرب عنده داك الشيباني وقال ليه بنتي ليا واجد ولدي خالد باش تشد الطريق الفوريك. قال لي خالد اه واجد وما كرهتش من دابا. مشى جد خالد وبقى خالد بوحدو مع مصطفى. قال لي مصطفى حل ودنيك وسمع مزيان اش غنقول ليك. اول حاجه البلاصه اللي نزلت ليها انا وجدك وجوج وحدين اخرين اللي كانوا معانا راه ماشي سرداب فوريك. قال لي خالد وشنو؟ قال لي مصطفى هذيك غا طريق كتدي كتدخلك للسرداب، ومع مرور الوقت اكتشفت هذا الشيء. ما بغيتش نقوله لجدك باش ما يبقاش فيه الحال، حيت هو واخد هذا الموضوع بفخر بلي سبق لي نزل السرداب فوريك. وانا ملي طفات لي اللمبه ديالي ديك الليله ملي كنت مع جدك عرفت بلي غير هو اللي جاي من النفق هو اللي طفاها، وتعمدت نقول لهم عفريت اللي طفاها باش يخرجوا ونرجع النهار الثاني بوحدي. المهم انا ولدي عندي كتاب فيه شي معلومات مهمه وارتو على الوالد ديالي وغنعطيه لك دابا تقراه. داكشي اللي كان عطاه مصطفى واحد الكتاب قديم، وبقى خالد كيقرا بواحد السرعه وكيميمواري المعلومات كاملين في دماغه. هنا عرف خالد بزاف الامور مهمه على داك السرداب، بحال مثلا ملي كيكون القمر كيكون النفق مضوي، وملي كيمشي القمر ولا كيصبح الصباح كيرجع النفق كيظلام عاوتاني، وهادشي ناتج على الهندسه المعماريه اللي تبنى بها السرداب. عرف خالد بلي داك السرداب فيه كنوز وفيه واحد الحاجه اللي اهم من الكنوز. هادشي اللي قرا خالد سال الكتاب اللي كان كيقرا فيه خالد، وبانت لي واحد الصفحه فيها باقي المعلومات ولكن كانت مقطعه. ملي سول خالد عليها قال لي مصطفى بلي هكا خد الكتاب من عند باه، وقال لي مصطفى هاد الليله الا رديتي البال راه القمر مكتمل، يعني السرداب غيكون مضوي. ناض خالد ديك الوقيته لبس عليه مزيان، عمر الساكادو ديالو
بالماكله والماء والتمر وهز واحد البيل باش يضوي به في حاله محتاجه. خرج لعند جدو لقاه في الصالون. قال لي جدو صافي يا وليدي توكلتي على الله. قال لي خالد صافي يا جدي خديت القرار ديالي. شاف فيه جدو بزاف وقال لي ربي سهل عليك يا وليدي. ما عرفتش علاش ولكن ما حزينش عليك حيت حاس بلي ما غاديش تغيب عليا كيف ما دار باك امك. سلم خالد على جدو قبل ما يخرج من الدار. قال لي جدو تسنى وليدي تسنى. ومشى دخل لبيته. من بعد تم راجع هز في يدي داك الالبوم ديال التصاور القدام. هز منه واحد التصويره ومشى لعند خالد وقال ليه هاكا ولدي. قال لي خالد شكون هادو اللي في التصويره؟ قال لي جدو هذا باك امك وانت هذا اللي معاهم فاش كنتي صغير. خالد شداته البكيه وعنق جدو قدام هذيك التصويره. ما مشاش ديريكت للبلاصه بقى كيتسنى حتى تقطعات رجل. الناس دخلوا في حالهم. اخي واحد كيبقى حال هو صاحبه مول الصيدليه. وصلت 12 ديال الليل وهي تخوى الدنيا. شد خالد الطريق لجهه ديك الخربه اللي فيها الحجره اللي مغطيه الباب اللي كيدي النفق ديال فوريك. بقى مقاتل معاها ولكن بلا حتى شي نتيجه. كانت ثقيله ما تحركاتش من بلاصتها. في نفس اللحظه كان جد خالد عاد دخل لبيته باش ينعس. هو يسمع الدقان بالجهد. ناض حل الباب ويتفاجئ من يلقى منى كتلهت. قالها ياك لاباس بنتي اش جابك في هذا الوقت؟ قالت لي راه اخيرا قنعت بابا باش يزوجني بخالد. فين هو فيقون هضر معاه؟ شاف فيها جدو واحد شوفها مطوله وبقى كيضحك. نرجعو لعند خالد اللي كان باقي مقاتل مع ديك الحجره. والو ما بغاتش تزازع من بلاصتها. ويبان لي في جنابه واحد المادريه اللي كانت كبيره. المادريه هي ديك الخشبه الكبيره اللي كيخدموا بها الناس ديال لبني. جابها وخشى طرف منها تحت من الحجره وبقى كيوارك على الطرف الاخر بالجهد. بدات من بعد ديك الحجره كتحرك. وملي شافها كتحرك زاد كيدفع. ميل الحجره واحد شويه ويبان لي واحد الباب ديال الحديد. دفع الباب وهو يتحل. شعل البيل ديالو تم داخل. يلا نزل في واحد الدروج ويسمع الحجره اللي كانت قدام الباب تسدات عاوتاني. هنا عرف بلي ديك الخشبه ما قدرتش تستعمل تقول ديال الحجره. داكشي علاش تهرسات ورجعت الحجره لبلاصتها. بقى خالد غادي في ديك الظلمه اللي تا البيل ما قدر يضويها. ومع الوقت بدا كيحس بلي الاكسجين غادي وكينقص ولا كيتنفس بصعوبه. درجه واحد الوقيته جاتو واحد الدوخه وطاح وحس براسو غادي يغيب من قله الاكسجين ويتخنق ويموت. من بعد هز راسو بالزز ويشوف واحد الضو خافت من واحد الزاويه في داك الممر اللي كيدي الاسترداب ديال فوريك. استجمع داك شويه ديال القوه اللي بقات ليه. هز البيل ديالو اللي كان طايح في الارض حداه وبقى كيزحف لجهه داك الضو حتى وصل ليه. لقى واحد الباب قدامه باب صغير. دفعو بيدو ويخرج من موراه واحد الضو. كان ضو اللي ساطع. كيدخل مع الباب حس بالاكسجين تما كاين كتير. تنفس مزيان وبانوا لي قدامه واحد الدروج وحدين اخرين. كيضوي بالبيل ديالو غادي كيتحرك. تما كان البرد. حس براسو ارتاح بحال شي واحد اللي كان في الصحراء ميت بالعطش من بعد لقى واحد الواحه فيها الماء بارد. هكا وقع الخالد. ملي رد الانفاس ديالو الاكسجين مشى ليه مع الدم. نزل في دوك الدروج وهنا عرف بلي هذا هو سرداب فوريك اللي في الكتاب اللي عطاه مصطفى في الجناب ديالو على اليمين وعلى اليسار. وحتى في الدروج اللي كيتمشى عليهم كانوا واحد الزخرفات اللي زوينين. بين اللي دارهم كان مبدع بزاف. بقى نازل حتى وصل لواحد الكولوار اللي طويل. بدا كيتمشى فيه ومدهشر من الهندسه المعماريه اللي تبنى بها هاد السرداب وبالاضاءه اللي داخل عليه اللي كياخذها من القمر. العجيب في هاد السرداب هو ملي ما كيكونش القمر مكتمل كيكون النفق مظلم. حتى بالنهار كيكون مظلم. كيفاش داروا ليه هادو اللي بناو هاد السرداب؟ العلم لله. المهم بقى غادي ومستمتع. رد البال لواحد التصويره منحوته في بزاف ديال البلايص فيها واحد الراجل. قال في دماغه غالبا غيكون هذا هو فوريك مول السرداب. بقى كيتمشى مده طويله. كان داك السرداب كبير بزاف حتى بدات كتقرب طلع الشمس وبدا الضوء ديال النفق كينقص. هنا بدا كيسربي كيقلب على الباب اللي غيخرج منه. في لحظه واحده سمع شي صوت اللي كيخلع من موراه. ملي تلفت لقى الحيوطه ديال داك السرداب كيتهدمو كيغيبو. بدا كيجري كيلهبيل والحيوطه كيغيبو من موراه. الحيوطه كانوا عاليين بزاف. الا طاحت عليه شي حاجه غادي تدفن تما. بقى مسكين كيجري وكيغوت بهستيريا حتى
تبان ليه واحد الضو صغير بعيد عليه. ولات الامنيه ديال خالد دابا هي وصل لذاك الضو ونجي الله من هذا الانهيار هذا. بقى غادي كيجري 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 وكيتلفت من موراه ويعاود يجري عاوتاني حتى وصل لذاك المصدر ديال الضو. كان باب خرج منه خالد ويلقى راسو في واحد الصحراء كبيره والحراره كانت فيها عاليه بزاف. ملي تلفت من موراه ما لقاش داك الباب ديال سرداب فوريك اللي خرج منه عاد دابا. الشمس كتبان ليه فوق منه، الصحراء على طول الشوفه. بقى غادي غير كيتمشى. بعد مده طويله وهو كيتمشى بانوا ليه جوج ديال الرجال جايين لجهته كيجريو. ملي وصلوا حداه قال لهم السلام عليكم. قال لي واحد منهم وعليكم السلام يا هاد المرفح. المرفح هي المرادف ديال الغني بالدارجه، يعني شي واحد لاباس عليه. ومن هنا لقدام في القصه ملي تسمعوا المرفح عرفوا المعنى ديالها الغني. جاوب خالد هذاك الشخص وقال ليه اش من مرفح وانا حالتي كلها الداوي. المهم قولوا لي فين انا وشكون نتوما، اش هاد اللبس اللي لابسين اللي غريب بحال هكا. قال لي واحد منهم حنا هاربين من زيكولا. قال لي خالد زيكولا؟ قال لي هذاك واش كاين شي حد في هاد الدنيا ما عارف زيكولا؟ قال لي خالد انا اول مره نسمع بها. قال لي هذاك انت منين؟ قال لي خالد من مصر بالضبط محافظه المنصوره. جاوبوه بجوج مستغربين مصر المنصوره؟ قال لهم مصر ام الدنيا كلها ما كاينش اللي ما عارفهاش. قالوا لي احنا ما عرفناهاش. قال لهم واخا وريوني هاد زيكولا. قال لي واحد فيهم وياك تمشي ليها وياك. قال لي خالد وعلاش؟ قال لي هكاك هرب وما تمشيش ليها. قال لهم فين هي بعدا؟ راه الصحراء اللي كاينه هنا. قال لي واحد منهم شتي داك الكود ديال اللي قدامك ديال الرمله؟ اه من موراها كاينه زيكولا. قال لهم واخا شكرا. كملوا دوك الاشخاص الجرا ديالهم. قبل ما يبعدوا قال لي واحد فيهم غنصحناك ما تدخلش ليها المرفح وما بغيتيش تسمع دابا تندم. ما تسوقش ليهم خالد. ومنين طلع فوق من ديك الكوديه اللي نعتوا ليه تصدم من المنظر اللي شاف. لقى تماك واحد المدينه من طراز رفيع، شي حاجه الخيال العلمي. مدينه نقيه بزاف، فيها بساتين كثيره ومساحات خضراء، فيها بزاف ديال الورد. وتا كيفاش مبنيه كانت واعره، حدر عينيه ويتبان ليه واحد الطريق كتدي حتى للمدينه. المدينه اللي كان داير بها واحد السور اللي ضخم، وكاين واحد الباب في داك السور اللي عالي بزاف. نزل خالد من ديك الكديه وقال بسم الله وبدا الطريق ديالو. الطريق اللي كان كيظن بلي راه قريب ولكن ما حدو كيتمشى هو كيشوف راسو بحال الا كيرجع للور حتى فقد الامل وعيا. وهو يشوف واحد الكاروسه جارها واحد الخيل جايه من الاتجاه اللي غادي ليه هو. شاف مول الكاروسه وقال ليه وصلني معاك لزيكولا. قال لي مول الكاروسه شحال تعطيني؟ جبد لي خالد شويه ديال الفلوس عطاهم ليه. ملي شدهم قال ليه شهادشي وراق لحوم عليه وتعصب وزاد فحالو. بقى خالد كيتمشى ربعة ديال الكراغس اللي دازو من حداه وتعاودات معاهم نفس القضيه وهو مصدوم حيت كيلوحوا عليه الفلوس ديالو حتى فقد الامل. الطريق كانت باقا بعيده. تما جايه من موراه واحد الكاروسه اللي كبيره بزاف، كانت كاروسه بحال ديال الملوك جارينا بزاف ديال الخيول كيتشابهوا وعندهم حركات موحده. ملي دازت من حداه شاف واحد خونا معلق من موراها. كي شافوا داك خونا الشيغلي باش يتعلق معاه مشى خالد كيجري يتعلق حداه وقال لي شكرا. قال لي داك الدري ششش غير سمعونا. بقاو لاصقين في الكاروسه حتى وصلت لداك السور اللي كبير بزاف وعالي. تما كنقزوا. قال خالد لداك الدري شكرا بزاف اخويا. قال لي داك الدري الدنيا هاني اخي المرفح. قال لي خالد شمن مرفح الله يهديك انا ما عندي حتى حوايج بحال الناس. على ذكر الحوايج خالد شاف هنا الناس الشراف لابسين جلالب ودايرين غزه على ريوسهم، والشباب لابسين سراول واسعين ومشدودين من رجلين بحال السروال ديال علاء الدين. اما البنات تاهما لابسين بحالهم. هاد البنات لاحظ باللي زوينات بزاف. لاحظ المباني اللي وسط من ديك المدينه عندهم قد واحد، يعني كاملين نفس الحجم اللي هو ثلاثه ديال الطوابق. قال لي داك الدري مالك واش ما عارفش راسك مرفح ولابس عليك؟ قال لي خالد خلينا من هادشي اللي كتقول فيه، قول لي شنو سميتك؟ قال لي داك الولد سميتي يامن. وانت؟ جاوبو خالد وقال لي انا خالد.
قال لي داك الولد مرحبا بك في زيكولا خالد، باينه غا من اللباس كراك براني على هنا، زيكولا غتعجبك بزاف. توادع معاه ومشى داك الولد، شد خالد الطريق وسط من ديك زيكولا، واحد شويه بدا كيحس بواحد الصداع في راسو، بحال شي شقيقه جاتو من كاع الجواه في راسو، وحس بواحد الالم اللي رهيب، بحال راسو بغا يتفرقع، حس بالجسد ديالو كله ماشي هو هذاك، بقى كيغوت وشاد في راسو. بعد دقائق قليله فاتو الصداع، ناض من بعد كمل طريقه كيستكشف شنو كاين في هاد المدينه، وكانت المدينه زوينه بزاف. داز من حدا واحد المحل ديال الماكله ويحس بالجوع بزاف، دخل داك المحل وجا عندو مول المحل وقال ليه مرحبا بك الملعق، اش حاب الخاطر؟ قال لي خالد بغيت هادي وهادي وحتى هادي. بقى كينعت لي خالد على الدجاج واللحم ولا بزاف ديال الماكل، مشى داك السيد جابهم ليه بالزربه، كلا مزيان حتى شبع. في الاخر قال لي مول المحل وشكرا على الزياره ديالك، عاود جي عندنا مره اخرى المرفح. خرج خالد من المحل وكيسول راسو علاش كيقولوا لي المرفح، وهو غير من حوايجو باين بلي مبهدل. شاف واحد المحل ديال الحوايج ودخل ليه، اختار لبسه زوينه بزاف، بغى ما يبانش مختلف على هاد الناس، خدا لبسه عجباتو وقال لي مول المحل بصحتك ومرحبا بك في اي لحظه المرفح. مشى خالد فرحان بالكرم ديال هاد الناس ولا التعامل الزوين ديالهم معاه، بقى كيدور تما وعاجبو الحال، كيشوف شي نافورات وشي مباني زوينين اللي عليهم واحد النقوش اللي واعرين، كيشوف الناس والشكل ديالهم والشكل ديال لبسهم. بقى كيدور حتى تحت الظلمه وما بانش ليه الضو كاع حيت الدنيا ظلامت. استغرب خالد حيت مدينه زوينه بحال هادي خاص الضو يكون دايز ليها شويه وهم يتشعلوا المشاعل. صراحه داكشي بان لخالد باللي بدائي، ولكن خلى المدينه الضوه كامله وتبان بشكل اخر احسن من الاول. كانت المدينه كلها عامره بزاف ديال المشاعل، شعله فيهم العافيه. بانوا لخالد الناس خارجين فرحانين وناشطين بحال لا كاين شي عيد عندهم، كلشي فرحان وكلشي ضاحك. بقى خالد غير كيتمشى حتى تمديز محدا واحد خونا ويقول لي خالد اشنو كاين؟ بين لي كلشي ضحك وفرحان. قال لي داك السيد واش انت ماشي من هاد العالم المرفح؟ قال لي خالد راه بصح ماشي من هاد العالم. قول لي شنو كاين؟ قال لي راه هذا الاستعداد ديال عيد زيكولا، وغدا هو العيد ديال بصح. قال لي خالد هادشي كله غا استعداد، شنو هو عيد زيكولا اصلا؟ قال لي داك خونا الله يحفظك ما تخلينيش نحس براسي مكلخ، انت راك مرفح وذكي بزاف. قال لي خالد والله ما عارف شي حاجه على هاد البلاد. قال لي داك خونا زيكولا هي السميه ديال الدوله ديالنا، وعيد زيكولا كيدار كل عام وكنحتفلوا مزيان، وحتى الناس من كل الدول الاخرين اللي في جنبنا وحتى اللي بعاد كيجيو كيتفرجوا في هادشي ديالنا. قال لي خالد وشنو الحاجه المميزه عندكم في هاد العيد؟ قال لي كندبحوا افقر واحد في الدوله. تخلى خالد من هاد الكلمه وقال وقيلة هاد السيد كيضحك معايا، تسولو هذاك السيد تاكد ليه ويقول خالد وقيلة انا اللي غنتذبح هاد العام هذا حيت ما عندي حتى شي ريال، حتى الوراق اللي عندي ما كيبغيوهمش. تخلع خالد وما عرف ما يقول، كمل لي داك الشخص الهضره وقال ليه هاد العام وقعت واحد الحاجه اللي ما عمرها وقعت في تاريخ زيكولا، واللي هي تختاروا افقر ثلاثه في الدوله، هربوا منهم واحد جوج وبقى واحد، يعني هاد العام ما غاديش تكون المنافسه. خالد ارتاح من اللي عرف بلي ماشي فيه غتجي الدقه، وملي سمع بلي هربوا جوج ديال الفقراء تفكر دوك الجوج اللي تعرضوا ليه في الصحراء هاربين من زيكولا، وفهم بلي هادوك كانوا مختارين باش يدخلوا في المنافسه اللي كيهضر عليها هاد خونا. قال خالد لخونا اش من منافسه؟ قال لي هذاك المنافسه كدار بين ثلاثه ديال الفقراء، واللي كيخسر فيهم كيتذبح. ارض زيكولا المرفحين هما الاذكياء والفقراء هما الاغبياء، وهنا في زيكولا الثروه ديالك هي الذكاء ديالك. بقى خالد مستغرب وكيقول مع راسو اش من ذكاء اش من زمر اش كيرون هذا. مشى داك السيد وخلى خالد تما. خالد ما تسوقش، تسيركل مزيان في ديك المدينه اللي كانت عامره بالناس. فجاه الناس مشى لواحد الجرده تكا في واحد القنت حتى دا الناس، طاح دودا حتى للصباح وفاق على الصوت ديال الناس فرحانين بحال الا فاق في شي عرس. كانت واحد الساقيه وسط من ديك الجرده، مشى غسل فيها وجهه ودخل تخلط مع الناس دوك اللي غادين واللي جايين. بانوا لي قدامو الدراري غادين وشادين في اليدين ديال البنات في واحد المنظر اللي كان واعر، ولكن خالد
كان مهيب حيت كان طويل، كيقولوا ليه من صغره شبه لباك، غتكون طويل وكتاف كعراط. طمعات فيه واحد البنت وجات لعندو، قالت لي هذاك المرفح. في العاده راه ما كنمشيش غير هكاك، ولكن معاك انت نمشي هاد النهار وبلا مقابله. الزين شاف فيها وقال لها سيري بدلي الساعه بخرى، ما حملاتوش وبقات حاضيه من بعيد. هو بقى كيشوف في الناس، حتى بانت ديك العربه ولا باش نبسطوها الكاروسه، عربه ملكيه، نفسها العربه اللي كانت تعلق فيها خالد هو وداك الولد فاش يلا دخل الزيكولا. بانت لي فوق من ديك العربه واحد البنت اللي غزاله، ايه في الجمال، كتلوح في الورد والشباب كيتخاطفوا على داك الورد قبل ما يطيح في الارض كيشدوه. حس بلي شافت في ديك البنت اللي كتلوح الورد واحد تشوفها مخطوفه، حس بلي قلبه تسرق ليه، محش براسو حتى سهف داك الجمال كامل وقال الله يا ربي الله، شهاد الزين كله اللي عمرني شفته في حياتي. من بعد لاحت لي واحد الورده في السماء، وديك الورده جات لي في يدي. قبل ما تجي لي في يدي تلاحوا عليها الشباب، ولكن خالد كان طويل وصل قبل منهم بكل سهوله. ملي دور وجهه شاف ديك البنت الاولى اللي قمع كانت من موراه، ما كانتش شي بنت اللي خايبه، حتى هي زوينه، ما عرفش حتى كيفاش رفضها. شاف فيها وشافت فيه وهي تخرج لسانها بلي راه معصبه، وبينت بلي ما حاملهاش. بقات ديك العربه غاديه والبنت اللي فيها كتشتت في الورد، وخالد غادي مع الناس من مور ديك العربه، حتى تلقى صدفه مع داك الولد اللي دخلوا الارض زيكولا فاش كانوا معلقين في نفس العربه، اللي كان سميتو يامين. قال لي يامين مرحبا بصاحبي خالد، لاباس عليك؟ قال لي خالد الحمد لله اخويا انت هاني. قال لي يامين الحمد لله. شاف يامين واحد صاحبه اللي سميتو اياد ويعيط ليه، عرفوا بخالد وبقاو كيهضروا بثلاثه. هنا خالد سول على هاد الاحتفال ولا الذبيحه ولا الاغنياء والفقراء، ولاش كيقولوا ليه المرفح فين ما مشى. قال لي يامين اول حاجه مبدا لك بها هي هنا في زيكولا العمله ديالنا في البيع والشراء هي الذكاء، واللي عنده الوحدات ديال الذكاء بزاف راه غني، بطبيعه الحال كيكون ذكي والذكاء ديالو كيكون طالع، وكيتقاس بالعدد ديال الوحدات اللي عنده، والفقير العكس تماما، كيكونوا عنده عدد الوحدات قلالين بزاف، وبطبيعه الحال كيكون غبي. وهنا في زيكولا اي حاجه كيكون لها مقابل بالوحدات، يعني الا بغيتي تشري شي حاجه كتشريها بالوحدات ديال الذكاء، ولا خدمتي شي خدمه ولا قدمتي مساعده لشي حد كتربح الوحدات ديال الذكاء وكتنمي الذكاء ديالك، وهذه هي الثروه عندنا هنا في زيكولا. وكل عام كيدور العسكر ديالنا على كاع الناس ديال زيكولا، وكيختاروا الناس المراض وكيديوهم للطبيبه اسيل، وهي كتشوف شكون الناس اللي مراض ديال بصح وشكون الناس اللي عندهم وحدات ذكاء قلال. وقد ما نقصوا لك وحدات الذكاء راه كتبدا لا انت زعما لا دماغك لا الجسد ديالك كيمرض، والصحه ديالك كتبدا كتدهور. وملي كيسالي الفحص كتختار الطبيبه اسيل افقر ثلاثه في الدوله ديال زيكولا، وكيديروا لهم تحدي، واللي خسر كيتذبح في عيد زيكولا قدام الناس. قال لي خالد وشكون هاد الطبيبه اسيل؟ قال لي اسيل هي الكبيره ديال الاطباء في زيكولا، وهي الطبيبه ديال العائله الملكيه، وهي هذيك اللي فوق من ديك العربه اللي كتشير بالورد على عباد الله. هنا خالد شاف فيها بانت لي باقا صغيره، محال وشفيتها حتى 25 سنه، ما عرفش كيفاش واصله لهاد المكانه كامله. هو يقول لي يامين والماكله اللي كليت البارح واللبس اللي شريت. قال لي يامين راه خداو الثمن ديالو من الوحدات ديالك، ياك بانوا لك شي ارقام حدا دوك المنتوجات اللي كليتي ولا حتى داك الشيء اللي لبستي. قال لي خالد اه. قال لي ايوا هادوك راه تنقصوا لك من المخزون ديالك السي خالد، وراه لاحظت فيك التغيير من البارح اليوم. كانوا كيدويو وكيتمشاو حتى وصلوا لوسط من المدينه، كاين تما واحد الساحه اللي كبيره بزاف، وسط منها كاين واحد المنصه اللي عاليه كانوا واقفين فيها العسكر ديال زيكولا. دخلوا واحد راجل اللي شارف، هو كان شارف ولكن في نفس الوقت مازال شاب، العمر ديالو صغير ولكن كيبان مريض بزاف، كيبان الشكل ديالو بحال الا شارف. ضربوه من مور رجلي حتى طاح على ركابيه، ونغزو واحد من الحراس بالسيف في ظهره، وهز الرقبه ديالو يعني هز عنقه، هز داك العسكري السيف ديالو ونزل عليه جيت عنقه حتى طير ليه راسو. كاع الناس اللي كانوا تما فرحوا، بداو كيلوحوا الورد وكيغوتوا، وفي نفس الوقت بداو كيغنيو وكينقزوا بالفرحه. خالد خاف بزاف ملي شاف القصده ديال داك الشاب طايحه وراس حداها مقطوع،
بغى يهرب ويشدوه يامينو وقال ليه مالك؟ اياد كان كيضحك عليه. قال لي خالد انا ماشي منكم، باغي نمشي في حالي للعالم ديالي. قال لي اياد راك وليتي منا. قال لي خالد عمرك كنت منكم وعمرني غنكون منكم. قال لي يامين ما حسيتي بوالو من يلا دخلتي لزيكولا؟ قال لي حسيت بالدوخه وراسي ضارني، قال اعضاء ديال الجسد ديالي حسيت بهم كيحرقوني. قال لي اياد ايوا شي راك وليتي منا. نطق يامين وقال لي خلي عليك اياد، راه صعيب في الاول يتاقلم بلا ما تزيد تصعب عليه. شاف خالد وقال لي هاد الالم اللي جاك كيعني راك قصتك لعنة زيكولا وراك وليتي واحد منا. قال لي خالد انا غنمشي في حالي من هنا. قال لي يامين لا راه ما غتقدرش، البيبان تسدو هاد الصباح هذا وما غادي تحلو حتى لعيد زيكولا الجاي، يعني من دابا عام. ناض خالد كيجري كيدفع في الناس بلا ما يقول لهم سمحوا لي، حتى وصل لعند الباب الكبير ديال زيكولا، الباب اللي دخل منه البارح. ويبان لي داك الباب بصح مسدود والحراس واقفين حداه. مشى لعندهم قال لهم حلوا لي ندوس. قال داك الحارس لصاحبو كلشي محتفل الا حنا، ما ناقصنا غير هاد السكيري يجي يطلع علينا. شاف الحارس في خالد وقال ليه رجع في حالك ولا ما غيعجبك حال. ما سمعش لي خالد وزاد لجهه الباب بغى يحلو، ويضربوا الحارس واحد الضربه قاصحه حتى جرحو من فوق من عينيه، جرح من حاجبه. ناض عاوتاني خالد ومشى جهه الحارس وعاود ليه الحارس ضربه واحده اخرى. كي ناض خالد عاوتاني ورجع للور خرج لديك البلاصه اللي بحال الشانطي ويتقيسوا الكاروسه ديال الطبيبه اسيل اللي كانت دايزه، قاسو حتى طاح. خرجات هي كتجري باش تطمئن عليه ولكن هو كان معصب ما تسوقش ليها، وقف ومشى. هي قالت مع راسها يحسب لي غيطلب تعويض كبير من وحده الذكاء، ولكن زاد في حاله عجيب هاد السيد. خالد مشى وما عارفش فين غادي حتى سمع واحد المراه كتغوت ومشى لعندها كيجري. المراه كانت كتغوت حدا واحد الضايا تما، الضايا اللي ولدها كان كيغرق فيها، وتا شي واحد ما قدر يدخل يعاونه. تلاحى عليه خالد بحوايجو ومشى توصل لعندو، وتعجب من الغوق ديال ديك الضايا اللي كانت غارقه بزاف. جبد الدري وخرجوا لعند امو، ولكن الولد ما كانش كيتحرك، بقات امو معنقه وكتبكي. خالد دفعها وبقى كيدير ليه التنفس الاصطناعي. هنايا توقف عليهم ديك الطبيبه اسيل، قالت لخالد بعد منه نشوفه، ولكن ما تصنتش ليها، بقى مكمل. من بعد بقى كيوراك الدري على صدرو حتى بدا داك الولد كيخرج الماء من فمه. وفاق شدات امه بالفرحه كتبكي وتعنق فيه، وكاع الناس بقاو مدهشرين في خالد ومنهم الطبيبه اسيل. قالت الام لخالد شحال خاصك ولدي على هادشي اللي درتي؟ قالها خالد ما خصني والو. هنا زادت اسيل تصدمات، وملي تفرق المجمع بقات اسيل واقفه حدا خالد، عاد رد ليها البال. قالها واش انت اسيل الطبيبه الملكيه؟ قالت لي اه انا. وانت شكون؟ قالها انا خالد. قالت لي علاش ما طلبتيش التعويض على الضربه اللي جاتك ملي دخلت فيك العربه ديالي؟ قال ليها والله ما رديت البال، واش انت اللي كنتي فيها؟ قالت ليه اه. وعلاش ما قبلتيش تاخذ الوحدات من ديك الام حيت اعتقتي ليها ولدها؟ شاف فيها خالد مزيان وقال ليها واش في هاد الزيكولا ما كيديرش بنادم الخير غير بحال هكاك بلا مقابل؟ قالت لي للاسف لا، باينه فيك انت براني على هنا. قال لها اه ماشي من هنا. قالت لي انا راه كنت بحالك. قال ليها واخا عاودي لي القصه ديالك ونعاود لك قصتي. قالت لي راه ضروري خصني نمشي حتى نعاود نتلاقاو انا وياك، ياك انت ديما هنا؟ قال لها اه ديما هنايا. مشات الطبيبه اسيل، بقى خالد تماك جنب ديك الضايا تما فين ولا كيجلس. ملي كيجيه الجوع كيمشي ياكل الخبز وشي حاجه بسيطه باش ما يضيعش دوك الوحدات اللي ما عارفش اصلا شحال بقاو ليه منهم. الغد ليه دوز النهار كامل تما كيتسنى اسيل جي باش يكملوا الهضره ديالهم، ولكن بلا حتى شي فائده ما جاتش. كان كيتسركل حتى تلاقى بالصدفه مع يامين. قال لي يامين من شكلك كتبان ليا غير ما غادي وكتخسر في المخزون ديالك، مالك صاحبي؟ نوض تخدم على راسك. قال لي خالد وفاش غنخدم؟ جاو يامين من يديها وبقى غادي كيتمشى حتى بعدوا على الديور شويه ووصلوا لواحد الجبل تما. كانوا بزاف ديال الناس تما دراري وبنات خدامين كيقطعوا في الحجر بواحد الادوات بحال المطارق. قال لي خالد حتى البنات خدامين هنا؟ قال لي يامين اه حتى البنات، شكون غيعطيهم الا ما خدموش؟ راه كلشي هنا كيحاول يوفر ما امكن من المخزون ديالو. حيد خالد التيشيرت ديالو بقى غير بالسروال، وبدا حتى هو كيقطع في الحجر بداك الفاس. خاص داك الحجر يجي مقاد
حيت كيجيو ناس كيشريوه كيبنيو بيه. خالد اللون ديالو كان بين الابيض والسمر، وملي عرك تبدل ليه اللون ديالو بالاخص ملي ضربات فيه الشمس. هادشي خلى كلشي تما يبقى حاضي بالاخص البنات، حيت كيف سبق لكم قلت لكم راه خالد كتافو عراض وكيبان زوين. ملي سالا النهار مشاو في حالهم هو و يامين. قال لي خالد فين هو الخلاص ديالنا؟ قال لي يامين شويه وغيوصلك نيشان وغيتزاد في الوحدات ديالك. قال لي خالد شحال خلاصنا في النهار؟ قال لي يامين سبعه ديال الوحدات. شاف في خالد وقال لي هاد التماره كامله وسبعه ديال الوحدات. قال لي يامين ما كرهتش نلقى شي خدمه وحده اخرى نخدموها بجوجنا، ما تكونش فيها تماره والاجر ديالها اكثر من سبعه. قال لي خالد هادشي صعيب عندكم. قال لي يامين الا بغيتي تعيش وما تجيش فيك الصمته وتذبح في الاخر ديال العام هادشي اللي خاصك دير. بقاو بحال هكاك شي ثلاث ايام ديما الخدمه، وبدات كتبان المنافسه بيناتهم والناس تما غير حاضينهم. واحد الصباح كان غادي خالد للخدمه حتى تعرضوا لي شي وحدين اللي كانوا صحاح. قال لي واحد فيهم دابا ولفتي يعني غادي نطبقوا عليك القانون بحال الاخرين، غتخلصنا جوج ديال الوعدات كل يوم مقابل الحمايه ديالك. قال لي خالد مناش غتحميوني وما كتزرب في الهضره. قال لي هذاك غنحميك من اي حاجه كتضرك. قال لي خالد نحمي راسي. قال لي هذاك خلص جوج ديال الوحدات لا ما كاينش اللي يحميك منه. تزيد معهم خالد في الهضره، شدوه وسلخوه مزيان حتى جا يامين من بعيد كيقول لهم وقفوا وقفوا غيعطيكم داك الشيء غير وقفوا. ملي وصل لعندو قال ليه اعطيهم داك الشيء ومن بعد نشرح ليك. عطاهم خالد ومشاو في حالهم. من بعد قال ليه يامين هادو راه هكا عايشين كيستغلوا الصحه ديالهم باش ينهبوا من الضعفاء. قال لي خالد واش ما كاينش القانون هنا عندكم؟ قال لي يامين كيديروا هاد الشيء باش ينجوا من الذبيحه، يعني القانون ما كيعاقبهمش. تقبل خالد الوضع ومشى خدم نهارو ورجع بالعشيه لديك الضايا، عاوتاني كيتسنى في اسيل تجي ولكن والو. مشات الايام وجات حتى لواحد النهار قرر خالد يمشي لشي مكتبه يشري شي وراق وشي ستيلو باش يبقى يكتب المذكرات ديالو في هاد البلاد العجيبه. وراه يامين فين كاينه المكتبه، وملي مشى ليها لقى واحد راجل كبير في العمر بزاف داو جاب معاه في الهضره. حيت داك الراجل بان ليه خالد غريب على زيكولا. في الاخر قال لي داك السيد انتوما الغرباء معكم طرفه الخبز. قال لي خالد كيفاش؟ قال لي فايت جا عندي واحد الغريب على هاد البلاد هادي تا هو وخدا مني واحد الكتاب اللي كان كتاب تافه ما عنده قيمه، خدا من عندي باغلى سعر ممكن تخيلو. قال لي خالد وشنو سميت هاد الكتاب؟ قال لي لا كان عقلي ينفعني كانت سميتو سيرداب فوريك ولا سيرداب فريك، ما بقيتش عاقل مزيان. خالد تصعق وقال لي ها عندك شي نسخه اخرى؟ قال لي لا ما عنديش. قال لي خالد وشنو مكتوب في الكتاب قول لي؟ قال لي قريت منه شي صفحات قلال ما نغمنيش وحطيته حتى جا داك الغريب وشراه مني. المهم الكتاب كيهضر على شي سرداب وشي ارض غير هاد الارض اللي حنا عايشين فيها. قال لي خالد راني محتاج داك الكتاب ومحتاج داك الراجل اللي عارف بلاصتو. قال لي اه وحاجه اخرى، داك الراجل كيشبه ليك، نفس الطول نفس العرض حتى هو كتفو واسعين. هنا تفكر خالد باه وقال ما يكون غهوه غيكون باه هو اللي شغل الكتاب، شغل الورقات اللي بغا والقلم اللي بغا باش يكتب. ومشى مشى لحد هذيك الضايه وبقى كيكتب، كتب كاع داكشي اللي شاف وعاش في هاد البلاد. ويسمع واحد الصوت رطب من موراه، ملي تلفت لقاها اسيل قفز من بلاصته وقال لها مرحبا مرحبا. جلست تماك وجلس حداها. قال لها يا اسيل الشهر عاد جايه. قالت ليه غير الشغل وصافي، بالي راه معاك ديما. لا بغيت نقول لك بالي مع قصتك نسمعها. عاود ليها خالد كلشي الا الموضوع ديال منى بطبيعه الحال. وهنا بدات هي كتعاود ليه وقالت ليه البلاد ديالي كانت في حرب مع زيكولا وغلبتنا زيكولا وخداونا عبيد وانا في عمري 9 سنين. شغاني واحد الراجل شيباني كان طبيب كنت كنعاونو وكان مهلي فيا بحال بنته. قال لي خالد العبيد؟ قالت لي اه كانوا عندنا العبيد ولكن تمنعوا دابا في زيكولا، تمنع يكونوا عندك العبيد. المهم اللي مات داك الراجل اللي خداني وردت منه الكتب الطبيه ديالو وبديت كنقراهم ونخدم عليهم ونتفكر النصائح اللي كان كيعطيني حتى وليت امهر طبيبه في زيكولا. عرفت انا فاش يلا دخلت لزيكولا في الاول تخنقت بحالك، ولكن راه ولفت ملي عرفت كي كتمشي الامور هنايا.
قال لي خالد ما فكرتيش ترجعي لبلادك؟ قالت لي كل عام اللي كيتفتحوا البيبان كنمشي ليها، ولكن كنرجع قبل ما يتسدوا حيت ولفت هنايا. قال لها اصلا درتي بلاصتك وليتي طبيبه ملكيه، علاش غتمشي من هنا وبلا ما احتاج نهضر على الوحدات باينه غيكونوا عندك بزاف؟ حشمات ونزلت راسها. من بعد قالت ليه هضر لي على بلادك. قال لها مصر ام الدنيا، هادشي باش غنوصف بلادي، واصلا هادشي باش معروفه. ما عندي ما نزيد. قالت لي شوقتيني، قول لي شحال نتوما فيها. قال لها احنا فايتين 80 مليون نسمه. تصدمات وما تيقاتوش. قال لها ما تستغربيش، قول لي انتوما شحال. قالت لي احنا شي 50 ألف. راك صدمتيني بالعدد. قال لها يعني بلا ما نقول لك شحال كاين في الصين والهند، راه العالم اللي فيه انا تقريبا راه فيه شي 7 المليار نسمه. هنا اسير بقات كتشوف فيه. قال لي ها تقدري تعاونيني في واحد الحاجه؟ قالت لي امر. قال لي لا حشومه، هذا طلب ماشي امر. بغيت منك تقولي لي واش عندك شي معلومه على شي كتاب العنوان ديالو سير داب فوريك. قالت لي انا قريت كتب بزاف، ولكن بحال هذا الكتاب لا ما قريتوش من قبل وما سمعتش به. قال لها السير داب اللي دخلت ليه وخرجت في بلادكم هو داك السير داب ديال فوريك اللي كاين تحت من الدوار ديالنا اللي سميتو باهو فريك. وملي مشيت للمكتبه ديال المدينه هنا قال لي مولاها بلي اغلى كتاب باعو كان العنوان ديالو سير داب فوريك، وصف لي السيد اللي شراه منه واللي كان كيشبه ليا في كل شيء، كان نسخه طبق الاصل في الجسد وحتى في الطول. هاد السيد عنده نفس المواصفات ديال الوالد ديالي اللي دخل داك السير داب من 20 سنه هادي هو والوالده ديالي. قلت لي واخا وشنو المطلوب مني دابا؟ قال لي بغيت منك توريني شي طريقه ندوز منها باش نوصل لهاد السيد. قلت لي مالك غير تقلب في ارض زيكولا كامله، ولكن غادي تخسر من المخزون ديالك حيت حد ما غيعاونك بلا مقابل. قال لي المهم نلقى الكتاب ونرجع لبلادي. قالت لي الا رجعتي لبلادك والمخزون ديالك ضعيف غادي توصل لتماك مريض في صحتك وغبي، ولكن الا رجعتي لبلادك بمخزون عامر عرف بلي غادي ترجع ذكي وبصحه زوينه بزاف. قال لها وشنو الحل؟ قالت لي الحل تخدم معايا، وقت ما ديبلاصيتي على المدينه لباقي المناطق في زيكولا نديك معايا وغادي نخلصك على الديبلاسمون ديالك معايا. قال لها واخا نخدم معاك. قالت لي وجد راسك تمشي معايا غدا للمنطقه الوسطى اللي فيها الحاكم ديال البلاد والناس ديال الحكومه، ومن ظهرك هاد المنطقه فيها غير الناس اللي لاباس عليهم وراهم قلال، يعني ما غتعذبش باش تقلب على هاد السيد اللي انت باغي. هادشي طبعا الا كان تماك. توادعت معاهم شات مشات اسيل وبقى هو تما. وفي الصباح داس محداه بديك العربه الملكيه ديالها، ركب معاها وشدوا الطريق للمنطقه الوسطى ديال المملكه ديال زيكولا. بعد سويعات وصلوا لديك المنطقه، ومن اللي وصلوا ليها شاف الفرق بينها وبين المنطقه الشرقيه اللي كان فيها. المنطقه الشرقيه هي اللي كيدار فيها مهرجان زيكولا اللي كيتذبح فيه الفقير كل عام. المدينه اللي كانوا فيها دابا كانت مدينه اللي زوينه بزاف وفيها الحراس كتار، وتا الناس اللي كيتساراو في الزنقه كانوا لابسين اللبس اللي كان مليح، غير لبسه وحده كافيه باش تعتقل عشرات من الفقراء من السيف ديال داك الجلاد اللي كيطير لهم ريوسهم. بقات العربه غاديه حتى وقفت حدا واحد القصر كبير، حلوا الحراس الباب ودخل خالد. دخل مع اسيل، استقبلوهم الخدم والحشم. اسيل غاديه وهو من موراها الشكاره ديالها اللي فيها المعدات الطبيه. حتى وصلوا لواحد القاعه اللي كانت كبيره فيها كرسي اللي كبير، جلس عليه واحد الراجل باين فيه هو الحاكم غير من لباسه، ودايرين به شله ديال الرجال باينين هما المستشارين ديالو والوزراء. نطق داك السيد وقال لاسيل تبارك الله عليك اسيل، جيتي في المواعيد ديالك بالضبط. قالت لي ضروري يا سيد الحاكم. قال لها شكون هذا اللي معاك؟ قالت لي المساعد ديالي الجديد. قال لها الحاكم ما غتحتاجيش معاك اليوم حيت راه مراتي اللي مريضه، هاد الايام ما عجبانيش. دارت اسيل عند خالد وقالت لي من زهرك ما غتخدمش معايا اليوم، شد شي خيل من الخيول ديال العربه وسير سول على السيد اللي انت باغي في هاد المدينه. داكشي اللي كان خرج خالد من القصر، عزل واحد من الخيول خداه ركب فوق منه وتحرك غادي وكيسول، كيسول اي واحد جاه في طريقه، ولكن بلا حتى شي فايده. بقى كيدور حتى العشيه تعشات ورجع للباب ديال داك القصر، خلاه دخل وبقى كيتسنى اسيل تخرج. المهم اللي خرجت ركب معاها، قالت ليها عندي لك خبر. قال لها خير ان شاء الله. قالت لي مرات الحاكم حامله والاعراض كيبينوا بلي عندها ولد وفي شهرها الثالث دابا.
قال لها ايه ومن بعد؟ قالت لي هلا بصح ولدت ولد غير تاعي تزيكولام دابا 6 شهور وما غاديش تسنى حتى يدوز عام عاد ترجع لداركم. قالت لي هادشي اسيل وما عجباش الحال بحال الا ربات الكبده عليه. قال لها الى هكا الامور خليني نلقى الكتاب في اقرب وقت ونجمع اكثر عدد ممكن من الوحدات ديال الذكاء. كمل كلامه وقال لها وانت غنمشيو للمنطقه الاخرى. قالت لي دابا رجع لخدمتك مع صاحبك ملي يحتاجك غادي نقولها ليك. رجعوا للمنطقه الشرقيه ونزل خالد حدا ديك الضايه. اما اسيل كملت طريقها لدارها اللي كانت دار كبيره بزاف وزوينه. دخلات وحيدت على حوايجها وبقات تحت من الدوش اللي كان سخون. الما كيتخوى عليها وهي كتحسس في الجسم ديالها وفي نفس الوقت كتفكر في خالد. خرجت من الدوش ومشات تقابلات مع المرايا اللي في بيتها. نشفات شعرها وبقات كتشوف فراسها في المرايا. وهنا وقع واحد الحوار بين اسيل وصورتها اللي منعكسه في المرايا. قالت اسيل لصورتها علاش كنفكر فيه بهذا الشكل؟ قالت لها صورتها راك كتبغيه؟ قالت لها اسيل لا ماشي حب هذا. قالت لها صورتها على انت فين عمرك حبيتي باش تعرفي واش حب لا ماشي حب؟ انت راك كتباتي تحلمي به وملي كيكون في جنبك ما كتكرهيش تلاحي عليه غير ما عندكش الشجاعه باش ديريها وصافي. اسيل حشمات ومشات لبسات عليها. نرجعوا لعند خالد اللي كان جالس جنب ديك الطايه وكيفكر غير كيفاش غيدير في حريرته وعيد زيكولا بقات لي 6 شهور ماشي 11 شهر. دازت 6 ايام وخالد ديما في نفس الخدمه كيهرس الحجر مع يامين في داك الجبل وكيف العاده يوميا خاص يعطي 2 ديال الوحدات لدوك اللي كيتعرضوا ليه واللي طلعوا ليه في راسه ولكن ما عنده ما يدير. حتى النهار 7 وهي تجي اسيل جنب الطايه لقات خالد كيكتب المذكرات ديالو في دوك الوراق اللي شرا من المكتبه. كان كيكتبوا في الاخر ديال واحد الصفحه كتب المشاعر ديالو من جهه منى اللي رفضوا باها لمده 6 سنين. وفي البدايه ديال الصفحه الاخرى كان كاتب على الاعجاب ديالو الاسيل. كيقربت حدا حس بها ويخبي الوراق. قالت لي اش كنتي كتكتب؟ قال لها والو. ضحكات وجلست حداه. قالت لي انا جايبه لك خبر ممكن يعجبك. قال لها شنو كاين؟ قالت لي غدا غادي للمنطقه الجنوبيه وهي المنطقه الكبيره في المملكه فيها كاينه الزراعه بكاع انواعها. عندي شي مرضى تما خصني ندير لهم كونترول. فرح خالد بزاف جمع هو وياها شويه وتحركات. ناس هو والغد اللي جات لعندو بالعربه ركب معاها وشدوا الطريق لتما. وصلوا لتما ولاحظ خالد الناس ديال هاد المنطقه هادي لابسين لبس مكرفص بين فيهم كاملين كيخدموا في الفلاحه ولكن عجبو هاد الشيء وبدات كتعجبو زيكولا كامله حيت القانون ديال وحدات الذكاء خلت الناس ديال زيكولا كينوضوا يخدموا برجالهم وعيالاتهم ودراري وبنات وحتى الشيبانيين. وقفوا في جنب واحد الدار ودخلوا وكيف العاده اسيل القدام وخالد من موراها الساكه اللي في الماتيريال ديالها كامل. دخلوا لواحد البيت ولقوا واحد راجل اللي شارف ومعاه مراته. رجله كانت مرفوعه معلقه في واحد الحبل بين مهرس منها ولموعات. شدت لي اسيل رجله وحيدت لي الفاصمه اللي كانت ملويه عليها. غسلت ليه وجبدت واحد الدهنه ديال الاعشاب بين غامل لونها وريحتها. دهناتها ليه في رجله وشدت فاصمه جديده بدات كتلوي عليه وقالت لخالد تعرف تكمل؟ شد منها الفاصمه وكمل داكشي اللي كانت كدير. شافته طالق يدي في هادشي وقالت ليه نمشي ندير كونترول لشي ناس وانت خليك هنا حتى تكمل. كي مشات اسيل بشي دقيق دخلت واحد المراه لديك الدار كتغوت وكتقول فين هي الطبيبه اسيل فين هي؟ قالت لها مرض داك الراجل بلي راه مشى تزور شي ناس مرض وينطق داك الراجل وقال لها ها هو المساعد ديالها راه معلم حتى هو. ديك الساعات لصقات هاد المراه في خالد كتبكي وتعاود وكتطلب فيه باش يمشي معاها. ما لقى ما يدير مشى ولقى ولدها مجبد في بلاصتو في بيته. الحراره ديالو كانت مرتفعه بزاف. ملي كان داخل خالد بان ليه في طريقه واحد الشريج ديال الما في وسط من الدار. شاف الولد طالع عليه الحراره بزاف الحل الوحيد هو انه هزو ودا حطو في داك الشريج بحوايجو. بقى كيخوي ليه الماء على وجهه وقال لامو الا عندك شي ما بارد جيبيه دابا. قالت لي ما عنديش ولكن بلاتي يمشي نشري من الجيران. غبرات 2 ديال الدقائق وجات لعندو عطاتو الماء. جبد الدري من التشاريج وعراه كامل وردو للتشاريج وبدا كيخوي عليه داك الماء البارد. هنا دخلت اسيل لقاتو خارج الدري وحطو مجبد في الارض حدا التشاريج. الولد بدا كيفتح في عينيه. قربت اسيل الولد قلباتو وقالت لخالد اش واقع الولد راه الحراره ديالو عاديه. نطقات ام الولد وقالت لي راه كان كيغلي بحال البراد فوق من المجمر ولكن المساعد ديالك الله يعطيه الصحه
نقاد لي يا ولدي. ناض الولد صحة سلام، لبسات امو حوايج جداد، شكرات خالد وقالت لي شحال خاصك ولدي. قال لها ما خصني والو خالتي، الله يحد الباس. خرج هو واسيل وبدات كتمدح فيه وكتقول لي راك طبيب حسن مني، نقدتي الولد الاول من الغارق وعند السيد لويتي لي الفاصمه بطريقه احترافيه ودابا هبطي الحراره لهذا. قال لها هادشي راه عادي، كلشي كيديروا في العالم ديالي. قالت لي اسيل، قالت لي اسيل اجي، واش لقيتي شي حاجه على داك الكتاب اللي سميتو سير داب فوريك ولا راجل اللي كيشبه ليك؟ قال لها لا والو، اصلا باقي ما سولت حد هنا. كانوا واقفين كيدويو ومن موراهم كاينه المراه اللي تعتق ليها ولدها، سمعت شي حاجه من هضرته وجات لعندهم. قالت لخالد واش كتسول لو حد راجل كيشبه ليك بزاف؟ راه حتى الهضره ديالو بحال الهضره ديالك واللهجه ديالو بحالك. قال لها خالد اه هو اللي بغيت. قالت لي 20 عام هادي تلاقيت به في المنطقه الشماليه، هو اللي نصحني باش نجي هنا ونخدم حيت المنطقه الشماليه خايبه وما بغانيش نخياب بحال الناس ديالها، بالخصوص انا كنت باقا صغيره في عمري ديك الساعه 17 سنه. انا شفتك وتفكرت داك الراجل ولكن كنت مشطونه مع ولدي ما سولتكش. قال لها خالد ودابا فين هو؟ قالت لي من 20 عام ما شفته، المهم كان في المنطقه الشماليه. الله يعاونكم وشكرا بزاف اولدي. مشات المراه بعد ما شكرات خالد مره ثانيه، شافت اسيل في خالد وقالت لي واش غتمشي لديك المنطقه؟ قال لها راه ضروري خصني نمشي، ممكن لقى تماك السيد اللي كنظن راه هو الوالد ديالي. ركبوا في العربه ورجعوا للمنطقه الشرقيه اللي ساكنين فيها. حطاتو اسيل حدا الضايا وقالت ليها قبل ما تمشي دوز لعندي نشوفك بعدا. قال لها واخا. الغد ليه مشي يخدم وتماك تلاقى بيامين، وقال لي يامين باللي بغى يمشي للمنطقه الشماليه. قال لي يامين وعلاش؟ قال لي خالد راه السيد اللي شرا الكتاب سمعت عليه اخر خبر باللي راه تما. قال لي يامين شمن كتاب؟ هنا خالد عاود ليامين كل شيء. في الاخر قال ليها بغيت شي واحد يكري لي الخيل شي 3 ايام. قال لي يامين اه كاين اللي يكري ليك ولكن ما تفوتش 3 ايام. قال لي خالد واخا صافي. كملوا الخدمه ديالهم، من بعد مشاو كلاو وتحركوا لعند دوك الكيكري والخيول. باش يكري 3 ايام كان خاصو يعطي 150 وحده كتمن الكراء. وقبل ما يمشي خالد عطاه يامين شي معلومات على ديك البلاصه. قال لي بلي الناس ديالها كيعيشوا غير من الدعاره ومن النصب، واي مساعده يقدموها كيطلبوا ليها ثمن كبير. راه هكاك باش عايشين تما، وديك المنطقه سميتها كوسالا زيكولا، وغمن سميتها غتعرف بلي دوك الناس كسالاء بزاف، وراه حتى هادو اللي كيشدوا منا جوج ديال الواحدات في النهار بودر انهم غيحميونا راه من ديك المنطقه. شكر خالد يامين بزاف اللي تمنى ليه التوفيق وتوادع معاه وتحرك. مشى شد الطريق بداك العود لديك المنطقه. كان عارف نعت لي نعت ليها يامين. وصلت تما مع الصباح وكان عيان بزاف. ارتاح حتى لديك وقيت العصر وبدا كيقلب حتى لقى واحد خونا اتفق معاه باش يخلي ليه الخيل ديالو يخلي عنده. حسب لي جوج وحدات كل نهار. حط خالد الخيل عند السيد بعد ما وافق ومشى كيقلب وكيسول، ولكن حتى شي واحد ما عرف. بقى في واحد القنت واقف حتى جات لعندو واحد البنت لابسه داكشي خفيف قولوا عريانه وصافي. ملي شافها تفكرها بلي هي نفس البنت اللي كانت قالت ليه نمشي معاك بلا فلوس نهار عيد زيكولا. شاف فيها وهي تقول ليه انت هذا اش جاي دير هنا؟ قال لها سيري بدلي الساعه بخرى. قالت لي انا ما عمر شي واحد رفضني، بالعكس انا كنرفض بزاف وما كنمشيش مع اي واحد. تعصب خالد وجرها من كتافه ودخلها لواحد القنت وسط من واحد جوج ديال الضيوف. تلفت على اليمين ديالو بانوا لي بزاف ديال الدراري والبنات جالسين تما. هي كانت كتضحك بالجهد باش تفقس البنات اللي تما. من بعد جرها من داك القنت مشاو جلسوا دايرين بواحد الطابله، الطابله اللي كانت خارجه من واحد الحانه. بقات هي كتشرب وكتهضر معاه وكتطول معاه في الهضره وكتطمعو باش يشرب ويسكر باش تاخذ منه داكشي اللي بغات، ولكن صدقات هي اللي سكرانه. من بعد ناض بغى يمشي وهي تقول ليه تفو في حالك بحال هذاك اللي قتل باه باش يورثو، صدق تقول بورت غا كتاب. هنا تلفت لجهتها شدها من شعرها وقال لها اش قلتي؟ ولكن هي كانت سكرانه متمنه ما كايناش في هذا العالم. جارها من بعد وسول السربايل اللي تما نعت لي واحد البيت دخلها ليه. هي كان عند بالها باللي بغى يدير معاها شي حاجه، ولكن كي دخلها للبيت مشى خالد جاب الماء بارد بقى كيخوي فيه عليها كيقول لها عاودي شنو قلتي؟ ما بغاتش تهضر. مشى زاد الماء وبقى كيخوي عليها كيقول لها دوي. تا قالت لي صافي صافي عافاك وقف ونقول لك. قال لها واخا هضري. قالت ليها واحد خونا كيشبه لك بزاف قتل باه باش يورثو
ولكن تصدم اللي لقى باه فرسم له غكتاب. قال فين لقاها دخونا؟ قالت لي شحال تخلص؟ قال شحال خاصك؟ قالت لي اعطيني 5 وحدة ديال الذكاء ونديك لعنده. وافق خالد وفعلا ناضت وداتو حتى الباب ديال الدار ديال داك خونا. دق خالد ومشات هي، عاود دق ويخرج لعندو واحد خونا فوتوكوبي ديالو. قال لي اش باغي هاد المرفه؟ قال لي ممكن ندخل؟ خلاه يدخل بصعوبه. سولو خالد على البلان ديال الكتاب هو يسخط وقال ليه تفو على اب، ما صورت من عنده غكتاب ما لي حتى شي قيمه. لاحظ خالد القراعي ديال الشراب مليوحين في كاع الاتجاهات وديك الدار خانزه، ويقول لي خالد عاود ليا. نطق هذاك وقال لي امي ماتت ملي كانت عندي عام، اما با ماشي بزاف باش قتلته، ولكن انت كتشوف ما صورت والو. خالد عرف هذا هو خوه غير من الشبه وتصدم وحزن على والديه، ويقول لخوه انا راه اخوك الكبير ها قصي عاود لي القصه ديالو. بقى خوه كيضحك وقال لي كون عرفتك خويا بصح كون قتلتك نورتك المرفح كي درت لذاك الحازق ديال الواليد. قال لي خالد ممكن نشوف الكتاب اللي وردتي منه؟ مشى للبيت وهز قرعة ديال الشراب في يديه وجاب واحد الكتاب كبير وراقو صفرين مدو لخالد. كيشدو خالد بقى كيقرا فيه وكان بصح كتاب ديال سير داف فوريك. هنا حيدو لي خوه وقال ليه شفتك باغي هاد الكتاب بصح. قال لي خالد اه بغيتو وبزاف. قال لي خوها 400 وحدة وديه. قال لي ما قدرش نعطيها لك من المخزون ديالي ولكن صبر عليا شهرين نجيبها لك. قال لي واخا ولكن ملي تفوت شهرين غنبقى نقطع من الكتاب كل نهار 10 ديال الورقات. قال لي خالد واخا صافي اتفقنا. عرف خالد بلي هاد خوه هذا حقير، انسان خايب بزاف. بلا ما يتوادع معاه خرج مشى خدا الخيل ديالو بعد ما خلص داك السيد اللي كان حاضي ليه ورجع في حالو للمنطقه الشرقيه. بعد مده ديال الطريق عاد وصل تما تلاقى بيامين، وبالمصادفه تلاقى حتى مع اسيل كانت غاديه بالكاروسه ديالها ولا العربه اللي جارين هادوك الخيول المتشابهين. وقفت اسيل ونزلات عنقات خالد وبقى يامين غير حال فمو. عاود ليهم خالد كل شيء القصه اللي وقعت لي كامله. قالوا ليك غادي دير تجمع 400 وحده في شهرين راه صعيبه بزاف، وانت كتوفر غير جوج ديال الوحدات كل نهار من الخدمه ديالك. وقال لي يامين وما تنساش هادوك اللي كياخذوا منا جوج ديال الوحدات كل نهار. قال لهم خالد هادوك هما السبب ديال البلا، ولكن ما غاديش نبقى مربع يديا. قالوا لي شنو غدير؟ قال لهم تبعوني. مشى خالد ومن موراه اسيل هي ويامين حتى وصلوا حدا واحد المطعم ويدخل ليه. هاد المطعم كانوا كياكلوا فيه كاع الناس اللي خدامين في قطيع الحجر بحال يامين وخالد. شاف خالد في كل شيء كياكل غير الخبز. مشى خالد عند مول المحل وقال لي شحال كتبيع الماكله؟ قال لي الخبز بواحدة والمقاب بجوج والروز بربعة والدجاج بخمسة واللحم بسبعة. قال لي خالد واش بان لك كل يومين تبيع الدجاج ديالك كامل وما يشيط لك منه والو؟ قال لي مول المحل كيفاش؟ قال لي خالد رد الدجاج بربعة وانا غنتكلف لك بالباقي. في الاول مول المحل تعصب ولكن ملي حسبها لقاه مسلكه. مشى خالد طلع فوق من واحد الطابلة وقال لهم خوتي خواتاتي كتعرفوني مزيان، انا هو اللي كنخدم معاكم، انا هو صاحب يامين وكاملين كتعرفوني غريب على زيكولا، ولكن ولفت هنا معاكم. ارضكم زوينه ولكن شفت فيها شي حوايج مخسرينها من هادوك الشميت اللي كياخذوا منا جوج ديال الوحدات كل نهار. حنا كثر منهم واخا هكاك مسيطرين علينا. انا والله ما ياخذوا مني شي حاجه من اليوم، وداكشي اللي كنعطيهم غنولي ناكل بيه الدجاج كل يومين. هنا نيت غد تقهرت بالخبز، انا كنضرب تامنه ويجيو هما يديوها بارده مني. هنا نطق يامين من موراه وقال لهم تانا ما غيديو مني والو. حتى اسيل قالت نفس الهضره، هضرات واحد البنت اخرى حتى هي معاهم، وهضر واحد الدري كان صحيح وقال بربي لا خداو مني شي حاجه مع وحده اخرى. المهم اتفقوا مع مول المحل على ديك 4 ديال الوحدات على حسب الدجاج، ويبقاو ياخذوه منه كل يومين. في الصباح كان غادي خالد للخدمه وتعرضوا ليه هذوك اللي كياخذوا منه جوج ديال الوحدات. قال لهم ما عاطيكمش. صدموا قال لي واحد منهم واش بغيت شي سلخه مع الصباح؟ قال لي خالد المخير في خيلك ركبه والله لا خديت شي حاجه. شنق هذاك على خالد وينطق خالد وقال لهم شوفوا من موراكم. تلفتوا لقاو الغبره طالعه وكاع العمال اللي خدامين في الحجر جايين كيجريو. ملي وصلوا لعندهم واحد منهم ضرب هذاك اللي شانق على خالد بالفاس الراس خلاه مجبد في الارض، وشدوا الاخرين سلخوهم مزيان وهرب واحد منهم. هما يقولوا لي سير عيط للاخرين، ولكن قال لهم يامين راه ما غيجيبو حتى شي واحد اخر.
اصلا ما غيعاودوش يرجعوا من مور هاد السلخه ديال الكلاب اللي كلاو. من مور هاد الواقعه اللي وقعت ولاو كاع الناس اللي خدامين في داك الجبل ديال الصخر كياكلوا ماكله مزيانه، الا خالد اللي كياكل غير الخبز وكيوفر اللي قدر عليه من الفلوس من خدمته في الصخر ومن خدمته مع اسيل كمساعد. المهم هكا كبقات الامور، والبطل ديالنا كيجمع في العملات ديال الذكاء. حتى دازت شهر و29 يوم وكان في الجبل مع يامين خدام، هو يقول لي يامين راه غدا الموعد ديالك مع خونا. قال لي خالد اه راني نفكره وغدا غادي نمشي لعنده. قال لي يامين شحال جمعتي في هاد المده؟ قال لي خالد جمعت 350 وغادي نزيد 50 من المخزون ديالي باش نكمل 400 اللي قال. قال لي يامين غتزيد 150 ماشي 50. نسيتي باش غتكري الخيل باش تمشي؟ قال لي خالد تفو كون شريت خيل كان غيكون حسن ليا. مشى خالد هو ويامين من مور الخدمه عند مول الخيول، كرا منه خيل بنفس الثمن وكان نفس الخيل النيت اللي مشى به المره اللي فات. كيبغي يشد الطريق ويشوف اسيل جايه لعنده. ملي وصلت قالت ليها كنتي غتمشي بلا ما توداني؟ قال لها غير زربان وصافي، واصلا غنرجع نوداكم قبل ما نرجع لبلادي. سلم عليهم ومشى وخلى اسيل حزينه. موقفش بقى غادي حتى وصل للحدود ديال المنطقه الشماليه اللي فيها الدار اللي ساكن فيها خوه واللي سميتو هلال، على ما قالت ليه ديك اللي وراتو الدار المره الاولى. دخل المدينه مكسيري، موقف حتى للباب ديال الدار، عطى لواحد خونا تما جوج ديال الوحدات باش يحضر ليه الخيل. دق في الدار ويخرج لعندو هلال وقال ليه دخل مرحبا خويا دخل. ملي دخل لقى الدار خانزه بريحه الشراب، ولقى فيها جوج ديال الوجوه ديال الشارع تماك جالسين مع خوه. قال لي خوه يوارك جيتي في الوقت باش تعطيني 500 اللي اتفقنا عليها. قال لي خالد مصدوم شمن 500؟ راه درنا 400. هضر واحد من دوك وجوه الشر وقال ليها قال لك 400 اللي درتي معاه. هو يجاوبو هلال وقال لي لا لا راه واقيلا ديخ، راه درت معاه 500. مشى هلال للبيت وجاب معاه الكتاب وقال ليها دابا بلا ما نطولو في الهضره تعطي 500 ولا نقطع يماه دابا. قال لي خالد صافي صافي موافق نشري منك ب 500. قال لي هلال وانا موافق نبيع لك اخويا العزيز. شد خالد الكتاب وعنقو وقال لي نتمنى من الله ما تكونش خويا ديال بصح. قال لي هلال سير في حالك ولا نغزيك في ذاك الكتاب اللي في يديك. خرج خالد من تما بعد ما قال لهم بربي ما توصلوا لهذا الكتاب حتى تقتلوني. بقاو كيضحكوا عليه. خرج خلص خونا اللي حاضي ليه الخيل وركب على الخيل ديالو ومشى مكسيري كيقلب على شي بلاصه اللي كالم يقرا فيها هذا الكتاب اللي شراه بثمن خيالي. لقى واحد البليصه حل الكتاب وبدا كيقرا في الصفحات الاولين. لقى شي معلومات جداده على سير داب فوريك ولا ارض زيكونا، والمعلومات اللي كان عارفه منقزهم. عرف باللي فوريك مول السرداب كان لاباس عليه، امر الخدامه ديالو باش يبنيو ليه السرداب وتماك خبى كاع الكنوز ديالو، ولكن الناس طمعوا وبقاو كيدخلوا للسرداب طمعا في دوك الكنوز. ومن بين الناس اللي طمعوا كانوا شي وحدين من الحراس ديالو نيت، وهو يسد عليهم الباب ديال داك السرداب اللي كيدي النفق. وهكا لقاو راسهم في ديك الصحراء. شي وحدين من دوك الخدام ديالو دخلوا لزيكولا وتعلموا منهم الناس ديال زيكولا اللغه العربيه، ومع مرور السنين ولات العربيه هي اللغه الرسميه ديال الدوله. اما الدول المجاوره لزيكولا انتشروا فيها باقي الناس، خذوا منهم حتى هما اللغه العربيه وداروها لغه رسميه حيت عجباتهم. هاد المعلومات ما كانوش مفيدين بزاف لخالد، ولكن من بعد عاد غيستافد ملي قرا بلي السرداب كيعطيك جوج ديال الطاقان ملي كتكون جاي من مصر كيتهدم النفق، وداك الانهيار كيوجهك للطريق اللي كتخرج في الصحراء، وكاين واحد الطريق واحد اخر. وهكا وقع الخالد عرف بلي كاين باب واحد اخر كتدخل منه من زيكولا كيدي لمصر وكيوقع فيه تا هو انهيار، ولكن الانهيار الجديد كيوجهك للطريق اللي كتردك لمصر. فرح خالد ملي عرف كاين طريق اللي كترجع للبلاد ديالو. كمل القرايه حتى الاخر، هو يعرف الطريقة ديال الرجوع اللي كانت على شكل لغز كيقول فيه الكاتب دخل لزيكولا كون بحال الشمس نحت في الصخر الباب كاين عند الراس. هيا خالد ما يعصر في المخ ديالو والو، دخل لواحد البار تما كيجلس حط ليه السير بيه واحد الكاس ديال الشراب. ناض خالد طلع لفوق من الطابلة وقال ليهم دخل لزيكولا كون بحال الشمس نحت في الصخر الباب كاين عند الراس، شي واحد يقول لي شنو المعنى ديال هاد الشيء ونعطيه اللي بغى، شي واحد يفيدني ويقول لي شي معلومه على هاد الشيء وما يخصو معايا حتى شي خير. كلشي كان سكران وتحد ما مسوق ليه. جلس وهز داك الكاس ديال الشراب شربو كامل، وكانت اول مره يشرب الشراب،
وكي كيخوي الكاس كيعاود يعمر كاس تاني حتى سكر. وناض كيسب في هادوك اللي تما وكيقول لهم قال لك زيكولا ارض الاذكياء، انا بانوا لي غير الاغبياء وصافي لغز بسيط تكتب على بلادكم وما قادرينش يفكوه. تعصب وخرج من داك البار وبقى غادي حتى وصل لفين خلى الخيل ديالو. تما غيب في الصباح فاق على واحد السطل ديال الماء تخوالي على وجهه. ملي قفز وحل عيني لقى ديك ختنا اللي وراتو الدار ديال الهلال، ديك اللي كانت سكراتو هو معاها. قالت ليها ماشي غير انت اللي كتعرف تخوي الماء بارد الشريف. من بعد هي تهرب، هو وقف ركب على الخيل ديالو وهي ترجع. قالت ليها صراحة ما عجبنيش الحال اللي شفتك على ديك الحالة البارح، في الأول كنتي بالهيبة ديالك. شاف فيها وقال لها بكل هدوء سمحي لي ما كنتش في المستوى المطلوب. وتحرك بالعود بقى غادي موقفش حتى وصل للمنطقة الشرقية اللي فيها يامين وأسيل. بقى حدا الضايا اللي موالفة بيها، شوية جال عنده يامين باش يدي الخيل، وقبل ما يدي الخيل قال ليها عطيني نشد في يدي أغلى كتاف زيكولا. خالد ما تسوقش ليه، حيد عليه حوايجو ديال الفوق وبقى غاب السروال ودخل ديك الضايا كيعوم حتى تما تجي أسيل. وقفات وعيطات ليه، خرج من الماء كيقطر العضلات ديالو بارزين وباينين، ومع كان فازك كان الجمال ديالهم في ابهى صوره. هادشي اللي خلى اسيل غير حاله فمها. خرجوا تكا على واحد الشجره وريحوا حداه بجوج، عاود ليهم كلشي من الالف حتى الياء. قالت لي اسيل راه ماشي الغلط ديالك ملي شربتي الشراب، راه باش تفقد الخمس من المخزون ديالك وتبقى بعقلك هادشي راه معجزه، واحد اخر غادي يكون محيد حوايجه في الزنقه. قال لهم دابا لقاو معايا الحل ديال هادي، دخل زيكولا كون بحال الشمس نحت في الصخر الباب كاين عند الراس. قال لي يامين دخل زيكولا انت راك داخل لها اصلا، كون بحال الشمس انت دابا فازك وكتلمع بحال الشمس. نحت في الصخر انت اصلا نحات على الصخر، حيت الخدمه ديالنا في الجبل كنحتو الصخر على شكل طوب ديال البني، اما الاخيره راه ما فهمتهاش. قال لي خالد الاولى متفق معاك فيها، انا في زيكولا دابا، ولكن الاخرين غزعلك تيو. قول لي انت يا اسيل شبان لك في هذا الشيء؟ قالت لي الصراحه ما عرفتش والله. قال لي انت ذكيه علينا بمراحل، عافاك فكري معايا. وانت يامين ما غتمشيش مننا حتى لقاو الحل لهذا اللغز. بقاو كيفكروا بزاف، هو تفكر خالد التصميم ديال السرداب وقال لهم بلاتي بلاتي انا ملي كنت في السرداب شفت واحد الكولوار كبير، ملي تسالى الكولوار راني شفت واحد جوج ديال الطرقان في ديك الوقيته فين وقع الانهيار، والانهيار هو اللي داني الطريق اللي على اليمن اللي هي كتجيب للصحراء ديال زيكولا. خالد بدا كيعاود لهم وكيرسم لهم في الارض على الشكل اللي كيهضر عليه باش يفهموه. قال لهم الطريق اللي على اليمن هي اللي وصلتني للصحراء، يعني الطريق الثانيه هي اللي كتدي لبلادي مصر. ملي شديت الطريق على اليمن وصلت للمنطقه الشرقيه، يعني المنطقه الغربيه هي اللي فيها داكشي اللي خصني، حيت خصني نطبق داكشي اللي كاين في اللغز. دخل زيكولا كون بحال الشمس، انا داخل زيكولا في المنطقه الشرقيه خصني نتحرك بحال الشمس من الشرق للغرب، يعني بصح المنطقه الغربيه هي الوجهه ديالي. هنا بدات اسيل كتصفق عليه وقالت لي فقدتي بزاف وباقي ذكي عليا. اما يامين بقى غمعجب من هاد التحليل ديالو وقال لي يعني بلا ما نرد الخيل المولى غتحتاجو. قالت لي اسيل لا هو راه احتاجو غير من اللي كان باغي يمشي للمنطقه الشماليه، اما المنطقه الغربيه كنمشي ليها ومن هنا ست ايام عندي كونترول شي مرضى تماك. انت خالد رجع لخدمتك راك محتاج للوحدات، راك خسرتي بزاف، ومن هنا ست ايام كونوا هنايا حيت غادي تمشي معنا انت يامين، هادشي لا بغيتي مقابل ربعه ديال الوحدات في النار والماكله ديالك وحوايجك عليا. وافق يامين بالفرحات عليه واكل شارب لابس وموفر عليه ربعه ديال الوحدات. وملي وصل داك النهار كانوا كيتسناو اسيل حدا الطايه، جات لعندهم عطات ليامين الحوايج ديالو كيلبسهم بدا كينفض في كمامو بالفرحه. قال لي خالد غتولي دابا مساعد، مساعد الطبيبه الملكيه، دير عقلك. قالت لي اسيل انت تكلف غير بالشوانط ديالي انا وخالد والباقي علينا، هذه هي خدمتك. مشاو شدوا الطريق وكيقلعوا وهو ينعس يامين وبدا كيشخر. تعصبت اسيل ولكن ملي شافت خالد كيضحك بدات كتضحك حتى هي. ملي وصلوا للمنطقه الوسطى قالت اسيل لخالد عقلتي على هنا؟ قال لها اه هنا فين عايش الحاكم والحاشيه ديالو. قالت لي برافو راه قربنا دابا للمنطقه الغربيه. كيوصلوا ليها شاف خالد بزاف ديال الحرفيين والبياعة والشرايا. هنا فاق يامين قال لي صباح الخير. اه وصلنا دغيا؟ قالت لي اسين انت خامر ليله كامله وكتقول وصلنا دغيا؟
قال لي من شحال هادي ما زرت هنايا، ومن شحال هادي ما شفت صاحبي اياد. قال لي خالد على اياد ساكن هنا؟ قال لي اه، هو في المنطقه الغربيه، وتا هو نحات بحالنا، كينحط الحجر في الجبل. وصلوا للبلاصه اللي بغاو، مشات اسيل تبع خالد من موراها، ويامين شاد الشوانط وغادي كيتعنقر. عاجبو المنصب ديال مساعد مساعد الطبيبه الملكيه. ملي دوزو شحال من مريض قالت لهم اسيل دابا بقاو ليا غير العيالات والبنات، سيرو قلبو ربما تلقاو شي حاجه. مشى يامين بدل عليه، لبس حوايجو القدام، وبقاو كيتسيركلو وكيسولو على المعنى ديال دوك الاجزاء بجوج اللي بقاو ليهم في داك اللغز. لحد الان عارفين المعنى ديال دخل زيكولا كون بحال الشمس، باقي ليهم نحت في الصخر، الباب كاين عند الراس. بقاو كيسولو ويسولو تلقاو اياد صاحب يامين، سلم عليهم وطلبوا المساعده ديالو بحكم هو ولد المنطقه، ولكن حتى هو ما عرفش. فهاد اللحظه حتى وقفت عليهم اسيل بالعربه وهبطت كتجري، قالت لهم راه لقيت الحل. فرحوا بزاف بالاخص خالد، حيت الموضوع بالنسبه ليه مهم بزاف، وقص الامرين على وديت هاد الشيء. قال لها خالد كيفاش؟ شدت ليه في يديه وبدات كتجري وتابعهم اياد ويامين من الله. غادي كيدخلوا في عباد الله بلا ما يطلبوا السماحه، حتى قربوا للسور اللي كيحد مملكه زيكولا، كان قريب ليهم بشي 80 متر. وهي تقول لهم اسيل واحد المراه كبيره ملي جيت ندير لها كونترول هي اللي عطتني الحل ديال اللغز كامل، وقالت لي نجي لهاد البلاصه. قال لها يامين كيفاش شرحي لينا؟ قالت لهم شوفوا قدامكم نيشان. عياو يشوفوا والو ما فهموش، وهي تقول لهم شوفوا في الصور ماشي في بلاصه اخرى. ملي شافوا لاحظوا واحد الصوره منحوته في الصور، وعرفها خالد. قال لهم هذا هو فوريك مول السرداب، هذه الصوره ديالو اللي شفت في السرداب، هادشي اللي كيبين داك الجزء اللي في اللغز ديال نحت في الصخر، ولكن الجزء الاخير اللي كيقول الباب كاين عند الراس. قالت لهم اسيل هذيك المراه قالت لي من 200 عام كان الصور باقي ما مبنيش 100%، وهاد المنطقه هي اللي كيتحد فيها الصور على شكل مثلث، يعني الراس ديال المثلات كاين من خارج الصور، وتما غيكون الباب اللي كتقلب عليها خالد. قال لهم يامين ما تنساوش بلي الارض داخل الصور ماشي هي الارض خارج الصور، هنا كتبان الارض منبسطه حيت الناس ديال زيكولا خدموا عليها وقادوها، ولكن برا زيكولا بالاخص في المنطقه الغربيه علم الله كيفاش غادي تكون. نطق اياد وقال لهم زيكولا كاينين كاع البلدان من جهه الشرق، ما بالنسبه للغرب والشمال والجنوب راه كاينين غير الصحاري والجبال اللي فيهم الرمال المتحركه، يعني ما غاديش تخاف زيكولا من شي هجوم الا من المنطقه الشرقيه، داكشي علاش توقع اي حاجه تكون من مور الصور. وكشفتي الصور عالي بحال شي عماره فيها خمسه ديال الطوابق، يعني تهي تخيل وما تجيبهاش صحيحه. قال لي خالد وكي غنديرو دابا باش نتجاوزو هاد الصور هذا؟ قال لي يا مين راه مستحيل، الحراس ما عندهم تشغل من غير الحمايه ديال الصور، وتا الناس ديال زيكولا كيقدسوا هاد الصور هذا اللي كيحميهم، وما غاديش يخليوك تنبش فيه، هادشي في حالة ما خلوك الحراس اصلا تقرب ليه. قالت لي اسيل يا مين راه عنده الصح، غنفكروا في طريقه وحده اخرى، اما هادي ما خداماش. قال لهم اياد دابا غنتفرقوا وغدا نشوفوا شنو كاين. مشى اياد في حاله، ويامين وخالد واسيل مشاو لواحد النزل تما بحال لوطيل. خدات اسيل بلاصه في القنت واياد وخالد في جهه اخرى. في الصباح فاقوا فطروا وخرجوا تلاقاو مع اياد، لقاو قدام الباب ديال داك النزل. مشاو عاود تاني حدا الصور، وبطبيعه الحال بعد عليه بشي 80 متر حيت ممنوع تقرب ليه. قال اياد لخالد لقيت لك ثلاثه ديال الحلول. قال لي خالد اعتقني. قال لي اياد الاول هو تمشي تهرس داك الصور، وهادشي مستحيل حيت غادي تموت قبل ما تقرب ليه، والثاني هو تسنى النهار ديال زيكولا وتخرج تجيب الدوره حتى توصل لهاد المنطقه هادي من الجهه الاخرى من الصور، وهادشي حتى هو مستحيل. الثالث هو ترجع لداركم ولكن فقير يعني مكلخ. قال لي يامين وحلول هادو جبتي ليه؟ دابا قدامه غير رجع لبلادو وهو مكلخ. قال لي خالد فسر لي يا اياد شنو كاين؟ قال لي اياد شفتي ديك الدار اللي تما؟ ونهات بصباعو لجهه واحد الدار. قال لي خالد اه شفتها، مالها؟ قال لي اياد راه هضرت مع الخدامه ديال ديك الدار اللي كيقابلها، غير كيري لينا الدار حيت هي خاويه مولاها ما كاينينش، يكريها لينا من دابا حتى النهار ديال زيكولا اللي غيجي بعد شهرين وعشرين يوم. هادشي الا ولدت مرات الحاكم. قالت لي اسيل راه غتولد، دابا اش غنديرو بها؟ احنا كريناها. قال لها غادي نستغلوا القرب ديالها من الصور، وغادي نحفروا نفق تحت من الارض،
من الدار حتى للسور ونحاولوا نتقبوا السور ولا نحفروا من تحت منه. شي حل من غير هذا راه ما كاينش. قال لي خالد شحال غيتقام هادشي؟ قال لي اياد الكرا ديال الدار ب200 وحده والحفير ديال النفق ب300 وغنقول لهم يحفروها في مده قياسيه تقريبا 22 يوم ولا 23 يوم. قالت لي اسيل يعني في المجموع 500 بزاف عليه. قال لها خالد شوفي شحال باقي ليا. حطات يديها على راسه هي طبيبه قرصات لي جبته. قالت لي عندك دابا بالحساب 650 وحده ولا ضحيتي ب 500 غادي تولي من افقر الفقراء وغادي تكلخ وتولي مريض وحياتك غادي تبدل ب 180 درجه. قال لها ماشي مشكل غادي نخدم فهاد الشهرين هادي ملي وصل النهار ديال الزيكولا غتكون عندي تقريبا شي 500 اخرى وغادي نكون بخير. قالت لي ما عرفتش ولكن هادشي ما كيبشرش بالخير. وافق خالد ومشى مع اياد لعند الخدام ديال الدار اللي مقابلها. اتفقوا على 200 وحده فهاد الشهرين هادي اللي بقات. اتفق معاهم يخرجوا منها في النهار الاخر ديال عيد زيكولا حيت السيد مول الدار غيرجع للدار ديالو حيت هو دابا تاجر كبير خارج من زيكولا. ملي عطاه ديك 200 وحده حس بالدوخه غير اياد اللي شدو حتى وقفوا على رجليه. السيد تخلص منهم ومشى وهما مشاو رجعوا لعند يامين هو واسيل. يامين واسيل اللي لاحظوا بلي حالته تدهورات بالزربه مشى اياد باش يقلب على دوك الناس اللي غادي يحفروا ليه النفق. ورجع يامين وخالد واسيل لداك النزل. وصل الليل ونعسات اسيل حيت كانت عندها الخدمه كثيره هاد النهار هذا من مور ما رجعوا من الصور. ناض خالد بالليل عند يامين كيهضر ليه في ودني غير بشويه باش ما تسمعوش اسيل. قال لي خويا يامين ها يامين. فاق يامين مخلوع ويقول لي خالد تهدن بغيت نهضر معاك. قال لي يامين خير اشنو كاين؟ قال لي خالد غدا مني غنعطي 300 وحده للناس اللي غادي يحفروا غادي نتكلخ والقرارات ديالي غتولي ما مدروساش. داكشي علاش بغيتك انت تقرر في بلاصتي في اي حاجه كيف ما بغات تكون. انا كنثيق فيك اخويا وانت في الموضوع ديال اسيل بغيتك تقرر في بلاصتي انا راه كنبغيها بزاف اخويا. قال لي يامين حتى هي كتبغيك وبزاف راه باينه من الشوفات ديالها ليك. قال لي خالد انا كنفكر ناخذها معايا لبلادي ملي نخرج من هنا وانت هاد القرار غنخلي لك تاخذه بالنيابه عليا ملي نتكلخ. قال لي يامين واش متاكد من هادشي؟ قال لي خالد ملي عطيت 200 وحده اليوم راه درت الخطوه الاولى اخويا. نعسوا وفي الصباح ملي فاقوا فطروا كيف العاده كيخرجوا لقاو اياد كيتسناهم. سلموا عليه واسيل مشات تخدم. خالد ويامين مشاو مع اياد اللي قال لهم لقيت لكم ثلاثه ديال الخدامه مجهدين غادي ياخذوا كي قلت لكم 300 وحده وغيساليوا الخدمه في 20 يوم الا خلصتيهم غيبداو من غدا غيخدموا بالنهار ويحبسوا بالليل. قال لي يامين وعلاش زعما؟ قال لي اياد بالليل كتكون الدنيا ساقله الا حفروا غيديروا الصوت وغنشوهو غيعدمونا بتهمه الخيانه العظمى لزيكولا وانت راك عارف يامين بلي هادشي اللي كنديرو فيه خيانه. قال لي يامين عندك الصح بالصح. قال لي خالد فين هما الخدامه؟ قال لي اياد راه خليتهم حدا الدار اللي كاينه البارح. مشاو بثلاثه بهم تلاقاو معاهم وكيعطاهم خالد ديك 300 ضحكاو غيب. يامين تمنك وكانت اسيل هنايا باش تقابل خالد. هز اياد ويامين خالد ودخلوا لواحد البيت تما حطوه في الفراش حتى العشيه. جات لعندهم اسيل وتخلعات بزاف على خالد بقات كتعطيه شي مقويات من الاعشاب باش يعاونوا واحد شويه. بالليل حل عينيه كان كيقول الهضره وكيعاودها بحال الا هرب ليه الفريخ. شدته اسيل عنقاتو الدموع موقفاهم غير بزز ويامين واقف حداها. ملي ولا واحد شويه بخير مشات اسيل للنزل وبقى يامين مع اياد في الدار اللي كتحفر النفق تحت منها. بالصباح ناض يامين بغى يمشي يخدم في الجبل كيف كان كيدير في المنطقه الشرقيه. هو يفيق خالد قال لي ديني معاك اخويا راني محتاج للخدمه. لبسوا حوايجو دا معاه وكانوا الخطوات ديالو تقال بحال الا في عمره 80 سنه وكيقول الهضره وكيعاودها وكينسى ويعاود يسول. ويامين كان مسيس معاه بزاف حيت عارف شنو كاين. حتى في الخدمه وقف معاه يامين بزاف كان عليه الصاد وقف معاه وقفه ديال الرجال. دازت تقريبا شي 15 يوم والنفق كيتحفر بواحد السرعه وبواحد الاحترافيه. العمال اللي جابوا كانوا خطيرين. كان الارتفاع ديال داك النفق اللي تحت من الارض شي متر تقريبا وكل ما زادوا في النفق كيدعموه بالخشب باش ما يغيبش. اسيل تصدمات من الاتقان والاحترافيه باش كيخدموا هاد المعلمين اللي جاب اياد. في هاد المده كان فراسيد ديال خالد تقريبا 150 وحده الذكاء. الغد اللي قال يامين لخالد سير اعترف لاسيل بحبك ليها
ما تسناش البنت هي تجي تعترف لك، راه الكبرياء ديال البنت كبر من اي حاجه. قال لي خالد دي لها المذكرات ديالي، راني كاتب فيهم كل شيء على زيكولا. وانت كيفاش نسيت منى حبيبتي الاولى وليت كنبغي اسيل من كل اعماق قلبي؟ قال لي يامين صافي واخا كون هاني. خرج خالد كيتمشى وهز يامين دوك المذكرات ديالو ومشى لعند اسيل داك النزل فين جالسه، لقاها في بيتها وخرجات لعندو. قال لها شفت خالد خارج ولقيت هاد الوراق طايحين في البيت، قلت واقيلا ديالك نسيتيهم في بيتو. شافت دوك الوراق وعرفاتهم المذكرات ديال خالد حيت سبق ليها شافتهم عنده، وقالت ليامين واخا اراهم ليا انا غنشوفهم واش ديالي ولا لا. كي شداتهم مشى يامين. فهاد اللحظه بالضبط خالد شدو العسكر ديال زيكولا تو كيغوتو كيقول ليه اجي لهنايا هاد الفقير فين غادي؟ قال لهم راه ما درت والو. قال لي واحد العسكري عرفناك ما درتي والو، ولكن دابا كنجمعوا الفقراء باش نعرضهم على الاطباء حيت يوم زيكولا بعد 3 ايام. قال لهم 3 ايام راه باقى لي شهرين تقريبا. ضحك العسكري وقال ليها مرات الحاكم ولدات على 7 شهور، واش عمرك سمعتي اللي تولد في 7 شهور؟ خالد تصدم من هذا الكلام هذا. وفي نفس الوقت كانت اسيل كتقرا في المذكرات ديالو حتى وصلت للورقه ما قبل الاخيره واللي كان مكتوب فيها طول هاد 6 سنين عمرني ما بغيت شي وحده بحال كيف ما بغيت. هنايا تحبس القرايه حيت سمعت دقان في الباب. نط تحلات الباب ولقات العسكر ديال الحاكم. قالوا لها الحاكم باغيك مراتو ولدات وممكن تكون في خطر. قالت لهم واخا تسناوه نجمع الماتيريال ديالي وحوايجي ونمشي معاكم. جمعت كلشي وهزت المذكرات ديال خالد، ولكن طاحت لها الورقه الاخرى اللي مازال ما بداتهاش حيت هي كانت كتقرا في الورقه ما قبل الاخيره. ملي ركبات في العربه مع الجنود جبدت المذكرات باش تكمل القرايه وفرحانه يحسب لها غتقرا سميتها، ولكن قرات اسم منى هي اللي كيبغي خالد طول هاد السنين وعمرو بغى شي وحده بحالها. الورقه الاخرى اللي فيها الحقيقه طاحت لها. صدمات بزاف اسيل وجهها تبدل ودموع نزلوا. شافوا واحد العسكري وقال ليها مالك لاله ياك لاباس؟ قالت لي لا والو باس. بالنسبه ليامين تعطل عليه خالد ما رجعش للدار وخرج كيقلب عليه، وسمع في الزنقه بلي الجنود كيجمعوا في الفقراء على قبل عيد زيكولا حيت الحاكم تزاد عنده ولد. تخلع يامين على خالد وكيسول عليه وتاكد مزيان من عند واحد خونا بلي راه شدوه في العسكر وداوه للدار ديال الفقراء اللي كاينه في المنطقه الغربيه، وتماك غيتجمعوا كاع الفقراء ديال هاد المنطقه وغيعرضوهم على الاطباء اللي غيختاروا منهم افقر جوج من هاد المنطقه ويديوهم للمنطقه الوسطى. تماك غتشوفهم الطبيبه الملكيه اسيل وتختار من كاع المناطق افقر 3 باش يلعبوا لعبه زيكولا واللي خسر فيهم غادي يتذبح. تخلع يامين ومشى كيجري النزل ولكن ما لقاش اسيل. لقى واحد الخدامه خارجه من بيتها ومني سولها قالت لي مشات مع الجنود ولقيت هاد الوريقه في بيتها. شد يامين الورقه اللي عطاتو الخدامه بدا كيقرا فيها. كان مكتوب فيها ولكن ملي جيت لزيكولا تعرفت على اجمل وحده شافتها عينيها وبغيتها من كل اعماق قلبي، هي كل شيء في حياتي، اسيل الطبيبه الملكيه. ملي شاف يامين هاد الشيء عرف بلي اسيل ما قراتهاش وغتكون قرات غير الورقه اللي قبل منها واللي فيها اسم منى. مشى للطريق اللي كدير للمنطقه الوسطى وبقى كيشير بيديه باش شي واحد يوصلو، ولكن كل شيء كيطلب ليه مقابل اللي كبير حيت عيد زيكولا وصل وكل شيء ولا طماع باش ما يكونش هو الضحيه. بقى بحال هكاك حتى داز محدا واحد العربه سيقها واحد الشارف تعلق من موراها حتى وصل للمنطقه الوسطى ومشى للقصر ديال الحاكم. بغى يدخل ولكن ما خلاوش الحراس. قال لهم انا مساعد الطبيبه اسيل واللي ما غيخلينيش ندخل غادي يتعاقب، هادشي ما فيش المزاح ومرات الحاكم راه في خطر. خافوا دوك العسكر وخلوه يدخل. لقى قدامه واحد الخدامه وسول على اسيل. قالت لي راها في الجناح ديالها، طلب منها تكلمها ليه وتقول لها المساعد ديالك جا. مشات لعندها وصلت لها الميساج. خرجت كتجري اسيل عند بالها بلي راه خالد، واخا قرات اللي قرات البنت كتبغيه بزاف. ملي لقات يامين قالت ليها شنو كاين؟ عطاها الورقه وقال لها هادي نسيتيها. خالد راه كيبغيك انتي. شدات الورقه وبدات كتقرا فيها وفرحات وقالت لي فين هو خالد؟ قال لها شدوا العسكر وداو للدار ديال الفقراء ولا اختاروا غادي يجيبوه لهنا عندك ونتمناها تنقضيه. خلاها يامين واقفه ومشى. بقات مشطونه وبزاف. وفي هاد اللحظه راه كان خالد في دار الفقراء في واحد البيت مظلمه. ملي حقق مزيان بعيني لقى واحد خونا حتى هو وحده. خالد ما كانش عنده المورال ولكن خونا عنده الكانه. قال ليه راه سميتي جواد وانت؟
جاوبو خالد بهضره ثقيله وقال ليه انا خالد. قال لي هذاك جواد ما كرهتش نعرف قصتك. بقى خالد ساكت ويقول لي جواد انا قصتي سببها بنت، البنت اللي كنبغيو اللي طلب مني باها صداق لي غالي بزاف، بقيت كنجمع فيه 3 سنين ملي عطيتو الصداق وصل دابا عيد زيكول على غفله، ما كانش على بالي بلي غيجي دابا وما كنتش ضارب لي الحساب. انا ما بقاش فيا الحال، واخا تختاريت حتى حبيبتي غتكون فخوره بيا، بغيت نطلب منك طلب واحد الله يخليك خالد. قال لي خالد طلب. قال لي الا كنت انا اللي غنتذبح وكنتي مع الجمهور وشفتي شي وحده كتبكي عرفها حبيبتي قولها بلي راه كنبغيها بكل صدق. قال لي خالد ولا كنت انا اللي غنتذبح وشفتي شي واحد كيبكي بين الجمهور عرفوا صاحبي يامن بلغ لي سلامي وقول ليها كنتي خير صديق عمرني ننساه، ولا شفتي اسيل الطبيبه قول ليها ديما تفكرني وتعرفني بلي كنبغيها. قال لي جواد كتعرف اسيل الطبيبه الملكيه؟ قال لي خالد اه. قال لي واش كتبغيها؟ قال لي بزاف. ويقول لي جواد وهي واش كتبغيك؟ قال لي راه ما عرفتش. قال لي الا كتعرفك غادي تنقذك من الموت ولو تكون انت افقر واحد في الدوله. بقاو تماك في ذاك البيت وكل شويه كيزيدوا عليهم شي واحد، واللي دخل كيمشي جواد يعرف قصته، بقاو الليل كامل كيتزادوا حتى ولاو شي 12 واحد منهم 3 ديال البنات. وفي الصباح بكري جاو الاطباء كانوا جوج بقاو كيدوزوا ليهم واحد بواحد واختاروا منهم جوج ديال الفقراء اللي هما خالد وجواد، داوهم كتفين المنطقه الوسطى وكيبداو كيوصلوا الفقراء من باقي المناطق. كانت اسير حاضياهم من البيت ديالها اللي في القصر ديال الحاكم، وتصدمات ملي شافت خالد بيناتهم، بكات بزاف وقالت يا ربي ما يكونش خالد هو الفقير حيت ما بغيتش نظلم شي واحد. ملي تجمعوا في الساحه جاو الحراس عند اسيل وقالوا لها الفقراء واجدين لا لا، نزلت لعندهم كانوا في المجموع 8 منهم جوج ديال البنات، بقات كتقول للحراس جيبوا لي واحد بواحد، واللي وصل عندها كانت كتحط يديها على جبهته وكتقوص لي شويه من لحمه وكتقلب لي الضغط ودقات القلب وتقول للحراس جيبوا لي واحد اخر، حتى وصل عندها جواد قلبته مزيان وقال لها بشويه خالد كيبغيك نتمنى تنقضيه الا كان هو الفاقع. ما جاوباتوش وكملات الفحص ديالهم. في الاخر بدات كدور عليهم وكتقول انت سير عند عائلتك، انت سيري عند عائلتك. تبقاو 4 منهم خالد وجواد، وهي تقول لجواد سير انت عند عائلتك. هنا خالد تصدم طاح على ركابيه، دابا هو واحد من 3 اللي غادي يشاركوا في اللعبه. جواد مشى فرحان والعسكر داو 3 اللي تختاروا. طلعت اسيل لبيتها كتبكي وتقول يا ربي عاوني راه ما بغيت نظلم حتى شي واحد، ربي يكون معاك خالد في لعبه زيكولا وتنقض راسك، اما انا ما نقدرش نظلم شي واحد وكون كنتي في بلاصتي ما كنتيش غتظلم شي واحد حتى انت. تحركوا بدوك 3 الفقراء كيوصل خالد واللي معاه للمنطقه الشرقيه اللي فيها كيدار الاحتفال، سدوا عليهم في واحد الدار. من ديك الدار خاصهم يتهزوا ويمشيو للساحه اللي غيلعبوا فيها اللعبه ديال زيكولا. كيسدوا عليهم جا واحد خونا كان قرع وقصير وغليط، حلوا لي الحراس الباب ديال البلاصه اللي فيها الثلاثي الفقير اللي منهم خالد. قال لهم داك القصير انا هو النحات ديال تماثيل زيكولا، غتمشيو معايا دابا باش نحت لكم التماثيل اللي غتلعبوا بهم غدا. مشاو معاه وبقى كينحت اشكالهم على الصلصال كيصوب تماثيل، داز الشربعه ديال السويع سالا هاد النحات، نحتهم بواحد الطريقه محترفه والوجه ديالهم كان في التمثال حزين. كيمشي هاد الغليظ القصير الصلع وهي تجي العربه اللي غتاخذهم للساحه اللي غيلعبوا فيها زيكولا، غطاو ليهم وجههم وركبوهم في ديك العربه الكحله ومشاو بهم للساحه الكبيره. تماك شاف خالد واحد المجمع ديال الناس كبير بزاف، وكاينه واحد المنصه كبيره مريح فيها الحاكم ومراته، ومن موراهم كاينه اسيل والوصيفات ديال مرات الحاكم. عطاهم الحاكم الاذن باش يبداو، وناض واحد من الحراس وحيد واحد التوب على واحد الحاجه كانت عملاقه واللي بانت مزيان من مور ما تحيد التوب عليها. كانوا جوج ديال الخشبات كبار تكون فيهم 3 متر، كانوا حدا بعضياتهم، في وسط منهم كاين واحد الشكل دائري بحال القرص وفيه 3 ديال الاسهم، من مور هاد القرص كاينه واحد الخشبه كتدفع. جا واحد اخر من الحراس وعطى لكل واحد من هاد الفقراء 3 ديال الدروع وقال لهم اختاروا البلايص اللي غتعلقوا فيهم هاد الدروع هادو باش تحميو التمثال ديالكم. الاول اختار العنق والصدر والفخض الايسر، حط فيهم هاد الدروع ديالو
ورجع اللور وعطى الاشاره لهذاك اللي كاين حدا زيكولا باش يحرك داك القرص ويدفع ديك الخشبه ويشوفوا فين غيمشيو الاسهم. داكشي اللي كان عطى الاشاره دفع داك العسكري الخشبه وطار السهم وجا في الفخاد اليمن. تخلع بزاف داك الفاقع. عطى الاشاره مره اخرى داك العسكري دفع الحارس تعطى السهم وجا في الكرش ديال التيمتال. يعني هاد الفقير تسجلوا عليه حاليا جوج ديال الاسهم. التيمتال ديالو اللي واقف ومعلق فيه الدرع في العنق والصدر والفخاد اليسار. تحرك السهم الاولاني وجا في الفخاد اليمن، يعني داك الدرع اللي حاط هذاك الفقير ما كلاش السهم. هذيك الاداه اللي كتلوح السهم كتلوحو بعشوائيه. الاول جا في اليمن ما طاكاش، والثاني جا في الكرش. يعني الدروع اللي علق ما جا فيهم حتى شي سهم. جاو فيه دابا جوج ديال الاسهم، ما طاكا فيهم حتى شي واحد. عطى الاشاره للحارس باش يتيري بالسهم الاخير، ومن ظهر هذاك الفقير السهم الاخير جا في العنق، يعني الدرع كالا على التيمتال، ما جاش في التيمتال. هنا جا الحارس الثاني عطى ثلاثه ديال الدروع للفقير الثاني، قال لي سير لذاك التيمتال ديالك، اختار البلايص اللي بغيتي تحمي. مشى داك الفقير دار الدرع الاول في الركبه اليمنيه، والدرع الثاني في الفخاد اليسار، والدرع الثالث في العنق. تعطاو الاشارات عاوتاني من داك الحارس، تطلق داك السهم. جوج ديال الاسهم طاكاهم حيت جاو في الدروع بجوج، وسهم واحد جا في الفخاد اليمن اللي ما كانش داير فيه الدرع، هو كان دايرو في الركبه اليمنيه. يعني هذا تضرب ضربه واحده سهم واحد، واللي قبل منه جوج ديال الاسهم، ودابا بقى غير خالد. جا لعندو الحارس وعطاه ثلاثة ديال الدروع وقال لي اختار مزيان، إلا طاكيتي واحد غتنافس مع مول واحد، إلا طاكيتيهم بثلاثة غادي تفوز، ويتذبح داك اللي طاكا غير وحدة، وإلا ما طاكيتي والو غادي تذبح أنت. خالد مشى اختار العنق والفخاد اليمن والصدر. عطى داك الحارس الإشارة باش يبدا يدفع ديك الخشبة اللي كتلوح السهم ويتيري بالأسهم. خالد هز عينو وشاف أسيل اللي كانت في المنصة واللي باين عليها الخوف. تير الحارس السهم الأول جا في الفخاد اليسار، تخلعت اسيل حطات يديها على فمها وبقات كتنهد بصعوبه. تير الحارس السهم الثاني جات هو في الفخاد اليسار، تير السهم الثالث وجات هو في الفخاد اليسار. يعني حتى شي بلاصه من دوك اللي حط فيهم خالد الدروع ما جا فيهم السهم. تضرب ثلاثه ديال الضربات ما طاكا خالد حتى شي وحده، وهذا الشيء كيعني حاجه وحده، هي انه خالد غادي يتذبح غدا. خرجت اسيل كتجري مشات البيت ديالها كتبكي. شويه هي توقف جمعت حوايجها باش تشد الطريق بالتخبيه بالضبط للدار اللي فيها خالد. بالليل مشات اسيل للدار اللي مجموع فيها الفقير اللي غادي يتعدم. ما خلاهاش الحارس تدخل وهي تقول لي انا اسيل الطبيبه الملكيه، حل ولا ما يعجبك حال. خاف على راسو ويحليها. دخلت لعند خالد اللي كان في واحد القنت بوحدو، جلست حداه وقالت ليه مقلق مني يا خالد؟ حط راسك في بلاستيك، انت تظلم شي واحد؟ سمح لي بزاف والله ما بغيتك تطيح في هذا الوضع، انا كنبغيك بزاف والله العظيم. انا كنت معارضه تحفر داك النفق وتمشي تبعد عليا. قال لها خالد ما كنتش غنبعد عليك، انا كنت باغي نديك معايا وتعيشي معايا في بلادي بعد ما نتزوجوا. بدات اسيل كتبكي وقالت لي راك عارف هنا حتى شي حاجه ما كتعطى بلا مقابل، وانت درتي بزاف ديال الحوايج وما خديتيش عليهم الاجر ديالك، ضربتك بالعربه ديالي وما طلبتيش التعويض، نقدتي الولد من الغرق وما طلبتيش حقك، نزلتي الحراره لداك الولد الاخر وما خديتيش حقك من عند امه. قال لها انا عارف كل شيء هنا عندكم بالمقابل. نات اسيل باش تخرج ورجعت عنده، قالت لي بوسني يا خالد. بقى مستغرب وساكت، قالت لي بوسني. هو مازال كيشوف فيها، ما جاوبهاش وهي تقرب ليه وهي تبوسو من فمه. بقات حاطه فمها على فمه ودموعها كينزلوا، والحارس كيشوف فيهم. من بعد تمتمات بشي حاجه بشفيفها ومشات خلاته. في الصباح بكري جا واحد عند خالد قرع لي راسو وحيد لي اللحيه ديالو، لبسو واحد اللبسه كان لابس بحال اخونا اللي تذبح نهار دخل خالد لزيكولا، دار لي على وجهو واحد الماسك وتمو غاديين بيه في ديك العربه، والداري الصغار كيقولو ها هو المذبوح ها هو المذبوح. شاف خالد نفس الاجواء اللي كان شافهم في العيد اللي قبل، الدراري شادين في اليدين ديال البنات والرجال شادين في اليدين ديال العيالات، كلشي فرحان وكيغنيو وكيشطحو. شويه شاف العربه ديال اسيله دايرين بها وكيجمعوا في الورد، من يهز عينو يشوف شكون كتلوح في الورد ما لقاهاش اسيل، كانت بنت اخرى حتى هي زوينه.
المهم اللي وصلوا للمنصه اللي كان مقابل معاه الحاكم ومراته وولده الصغير اللي كاين في واحد الناموسيه صغيره حداه، ودايرين بهم بزاف ديال الحراس. عطى الحاكم الاشاره باش يبداو الذبح، طلعوا خالد للمنصه اللي مقابله مع المنصه ديال الملك، واللي كانت كتطلع على كاع الحضور وكل شيء ساكت. ملي حيدوا الماسك على خالد ويلا نغزو داك الحارس في جنبه بالسيف باش يطير ليه راسو، وينطق واحد من الجمهور وقال راه مرفح هذا ماشي فقير، راه مرفح. نقز واحد اخر قال وراه مرفح. نقز واحد من المرفحين ديال زيكولا وقال الا غادي نذبحوا واحد مرفح ذبحوني انا معاه. نطق داك الولد اللي كان كيغرق ونقضوا خالد وقال لهم انا كنعرفو مزيان، راه مرفح هذا وكنقضني. نطقات الام ديال داك الولد اللي كان طالع عليه الحراره وقالت لهم اه هذا راه مرفح، راه نقض ليا ولدي، كنعرفو حتى انا مزيان. ناض الحاكم وقال لهم عيطوا على اسيل. مشاو الحراس واحد شويه وجاو قالوا لي راه ما كايناش غابه. ويخرج واحد الطبيب من وسط من الجمهور وقال ليه انا سيدي طبيب من المنطقه الجنوبيه. قال لي الحاكم شوف لينا واش بصح هذا مرفح. مشى قلب خالد بنفس الطريقه اللي كتقلب بها اسيل وقال الحاكم هذا راه من اغنى الاغنياء ديال زيكولا. تعصب الحاكم وقال لهم قلبوا على الخائنه ديال اسيل، جيبوها تذبح في بلاصتو، وانت نوض يا ولدي انا ما كيتظلم عندي حتى شي واحد، نوض راك حر طليق. ناض خالد وبقى كيتمشى بين عباد الله وكل شي فرحان به وكيقولوا ليه على سلامتك. وفي الطريق جات لعندو واحد البنت صغيره وهي تقول ليه قالت لك الطبيبه اسيل راها كاينه حدا الضايه. قال لها شكون قالها لك؟ قالت لي البارح. قالت لي غير قولي هاد الشيء لهذاك اللي ما غيتذبحش غدا. مشى خالد كيجري وكيدخل في عباد الله كيقول لهم سمحوا لي، حتى وصل للضايا وبالضبط للشجره اللي مولف يجلس تحت منها. هو يشوف واحد الورقه معلقه في الشجره جرها وكان مكتوب فيها سمح لي يا خالد على كل شيء اللي في جهتي راه درتو، عطاتك واحد رصيد كبير من الذكاء ديالي، وانا راه هربت من زيكولا حيت هادي سميتها خيانه. انا مشيت لبلادي اللي سميتها ديجانا وتماك غادي نخدم طبيبه وغادي نعوض كاع اللي فات في بلادي حيت محتاجين الاطباء. انت سير عيش حياتك، نتمنى لك السعاده من كل قلبي، ما عمرك تنسى بلي كنبغيك اسيل. بقى خالد كيبكي حتى وقف عليه واحد خونا بالخيل. ملي تلفت لقاه يامين نزل لعندو وتعانقو وبقاو كيبكيو وقال لي يامين سير للمنطقه الغربيه راه النفق ديالك كامل مكمول وغدا غادي يجي مول الدار تما كتلقى اياد كيتسناك. قال لي واخا غنشري شي خيل ونمشي. قال لي يامين هذا راه خيل كريتو من المنطقه الغربيه، انت غادي تعضو في يديك عطي الاياد وهو عارف مولاه. سير اخويا رجع لبلادك وما تنساش راك اعز صديق عندي. لا انت ماشي صديق انت اخ. ركب خالد فوق الخيل ديالو ومشى مكسيري تجاه الغرب، اما اسيل كانت تا هي في الاتجاه المعاكس في جهه الشرق فوق من الخيل ديالها غادي البلاد هادي جانا. كانوا مقاربين وكيبغيو بعضياتهم، دابا هي غادي للشرق وهو غادي للغرب وكيزيدوا يبعدوا على بعضياتهم. وصل خالد مع الصباح بكري ومشى لديك الدار لقى اياد تماك فايق. قال لي اياد راه كلشي هو هذاك، حتى المقابل ديال هادشي اللي درت معاك راه عطاه ليا يامن. اه ونسيت ما قلت ليك على سلامتك، هاك هاد اللمبة دخل النفق ديالك غادي يخرجك برا الصور. ودا خالد اياد ونزل للنفق وهو يقول بسم الله، شد طريقه وبقى غادي. ملي وصل للنص لقى الاكسجين قليل، ولكن ملي شاف الفتحه في الجهه الاخرى جمع القوه ديالو كامله وكمل طريقه حتى خرج من ديك الحفره. ملي تلفت ودار لقى الصور ديال زيكولا قال الحمد لله. كي قال الحمد لله حس بديك الرمله اللي واقف عليها بحال كتغرق، بدا كيحاول انه يقاوم ولكن ما قدرش، ديك الرمله دخلته وسط منها حس براسو طاح بالجهد وحس بيدو تجرح منها. حل عينيه ويلقى راسو في سرداب فوريك، فرح وخا واكله في عظامو. ناضو كيتمشى، كان السرداب مضوي بزاف من زهرو، كان ديك الليله القمر كامل. بقى غادي كيتمشى حتى وقع داك الانهيار تاني، وكان عارف هاد الانهيار غادي يرجعو للطريق اللي غترجعو لمصر. داكشي اللي كان بقى كيجري حتى لقى راسو فواحد البلاصه مظلمه، وعرف هادي هي الطريق اللي داز منها ملي حيد ديك الحجره باش يدخل النفق. بقى كيتحس بيديه تحس بالبرد جاي من واحد البلاصه، بقى كيدفع بالجهد اللي عطاه الله وواحد القوه كبيره حيت عطاته اسيله وحدات كتار زاد في القوه. بعد ديك الحجره من تماك لقى راسو وسط من ديك الدار المهجوره اللي كاينه في القريه ديالهم،
وكيخرج من ديك الدار سمع الصوت ديال الاذان ديال الفجر. بدا كيتمشى حتى لجهة دارو، لقى الباب محلول حيت جدو مولف يفتح الباب فوقيت الفجر. دخل مع الباب ويلقى جدو كيصلي. ملي كمل جدو هز يديه وبدا كيطلب الله بصوت مرتفع باش يرجع ليه ولده خالد. ملي تلفت لقى خالد من موراه جالس، تلاحى عليه عنقو بقاو كيبكيو. قال لي جدو شفتي منى راه؟ قال لي خالد الله راه ما باغي لا منى لا. وهي تدخل منى كتجري وعنقاته. قالت لي قالوا لي رجعتي يا خالد وجيت كنجري، انا راه قنعت بابا باش نتزوجو وحلفت لي ما نتزوجش شي واحد اخر من غيرك. قالها خالد بصوت هادئ واخا مزيان. قالت لي مالك كتهضر بحال هكا؟ قال لها جدو راه غير العيا. مشات ليام وجات ليام، ومشى خالد كيقلب على شي خدمه. لقى خدمه في واحد الشركه ديال الكوميرس وخدم اخيرا في الدومين ديالو. رجع للدار ولقى جدو معاه مصطفى داك مجنون السرداب، داك اللي عطاه الكتاب ديال المعلومات في الاول. طلبوه بجوج باش يعاود ليهم شنو شاف وشنو وقع عليه. بقى كيعاود ليهم وهما مصدومين من داكشي اللي كيسمعوا. وملي حس براسو عيا مشي ناس. في الصباح ناضو قال لجدو لبس عليك اجدي باش تمشي تخطب لحفيدك الوحيد. قال لي جدو صافي عولتي يا ولدي؟ قال لي اه عولت. مشى معاه جدو وعلى غير العاده استقبلهم باتمونه بالفرحه وكيخطبها. زغرتو البنات والعيالات اللي كانوا حاضرين وكلشي فرحان. بقى خالد خدام شي 6 شهور. من بعد دار واحد العرس عرض فيه على كاع الناس ديال العائله والصحاب. وملي كملوا ليلتهم مشاو لواحد لوطيل في المدينه اللي قريبه ليهم. وفي البيت ديالهم بقات منى حشمانه وخالد كيطل من الشرجم وكيشوف في السماء. وهي تقول ليه فين كتقترح احبيبي ندوزو شهر العسل؟ قال ليها هز عيني تاني في السماء وبقى كيشوف واحد النجمه. هذيك النجمه كان مسميها اسيل. ويدور عند منى وكمل ليها كلامه. قال ليها شبان لك ندوزو في واحد الارض ما كيتعاملوش بالفلوس. قالت لي وباش كيتعاملوا؟ قال لها بالذكاء. هنا كانت النهاية ديال الرواية ديالنا. أرض زيكولا ما تحيد منها حتى شي حدث أساسي نهائيا، بالعكس كاين بعض التمطيط في الحوارات راه حنا نقصناه شوية. نتمنى نكون أديتها مزيان حيت الرواية هادي ما نبغيوش نكونوا كنخربقوا ولا شي لعيبة. طبعا هذا الجزء الأول اللي سميتو أرض زيكولا، وكاين الجزء الثاني اللي سميتو أماريطا. غنلاحظوا في أرض زيكولا بلي بحال خالد ظلم شوية طبيبة أسيل، ولكن الجزء الثاني في احداث اخرين وفي شويه ديال الاكشن والروينه وفي تا الحروب. وهذا الى هذا الجزء نجح، ونجح كان اني بها ديباسا واحد 40,000 مشاهده تقريبا، كونوا اكيد غادي نوجدوا لكم اماريطا تا هي بالدارجه. نتمنى يعجبكم هذا الجزء هذا ويعجبكم الالقاء. بالنسبة للقصة ديال مذكرات الموت كتكتب حاليا، كنظن غتكون من مور القصة اللي من مور هادي، ولا كنظن المهم أنا وعدتكم باش غيكونوا في هاد الشهر هي وسكيليب، سكيليب بلعتها، وهاد الشهر باقي فيه 14 يوم، غادي تكون تا هي ضروري ما تكون جوبونس في 22 ولا شي لعيبة بحال هكا. يلا أحبكم في الله، ليلة سعيدة، أديوس أميغوس. علاش تجي في الهم علاش هكذا لي الدنيا حكمت ورديت باللي خسرت راني غرقت الحيلة شكون قال لي ايام الدور وزمان علي يجول يا معانت مسكينة الظلم والحقرة خاطرها اليوم مكسور شكون يحسب حالك مظلومة بين الناس يا حتى واحد فيهم بعد عندي كل شيء نجح ودرس
يا هينة وهينة صبري ربي ما غيخليك شحال ما طال عليك الحال حرفي باللي مازال الخير نخبي ليك يا صبرة وصابرة كل شي عند الله مكتوب رميت انا لحم العالي هينة بين ايديك باب المكتوب هينا واش واش عشاك الليلة واش ليلة هينا واش واش عشاك الليلة واش قالت عشايا غير بكات وكذب البنات كي راه طويلة هينا واش هينا واش واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير لفتات ورقادي بين البنات الحكاية راها طويلة هينا واش علاش تشيف الهم علاش هكذا عليا الدنيا حكمات ورضيت باللي مصغات راني غرقلي في الحيلة شكون قال لي ايام الدور وزمان عليا يجوم يا معانت مسكينة الظلم والحجرة خاطرها اليوم مكسور شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس يا حتى واحد فيهم بعد عني كل شلة جحيدة يا هينة وهينة صبري ربي ما غيخليك شحال ما طال عليك الحال حرفي باللي مازال الخير نخبي ليك يا صبرة وصابرة كل شي عند الله مكتوب رميت انا لحم العالي هينة بين ايديك باب المكتوب هينا واش واش عشاك الليلة واش ليلة هينا واش واش عشاك الليلة واش قالت عشايا غير بكات وكذب البنات كي راه طويلة هينا واش هينا واش واش عشاك الليلة واش وراها عشايا غير لفتات ورقادي بين البنات الحكاية راها طويلة هينا واش علاش تشيف الهم علاش هكذا عليا الدنيا حكمات ورضيت باللي مصغات راني غرقلي في الحيلة شكون قال لي ايام الدور وزمان عليا يجوم يا معانت مسكينة الظلم والحجرة خاطرها اليوم مكسور شكون يحس بحالك مظلومة بين الناس يا حتى واحد فيهم بعد عني كل شلة جحيدة يا هينة وهينة
الحال حرفي باللي مازال الخير مخبي لي. يا صبرة وصابرة كل شي عند الله مكتوب، رميت انا لحم العالي هينا بين ايدي كتب المكتوب. هينا واش واش عشاك الليلة واش ليلة، هينا واش حتى واحد فيهم ما عدم كل شلة جحيدة. يا هينا وهينا صبري ربي ما غيخليك، شحال ما طال عليك الحال حرفي باللي مازال الخير مخبي ليك. يا صبرة وصابرة كل شي عند الله مكتوب، رميت انا لحم العالي هينا بين ايدي كتب المكتوب. هينا واش واش عشاك الليلة واش ليلة، هينا واش واش عشاك الليلة واش حالك مظلومة بين الناس.